إذا مشاهدينا أهلا بكم، هذه متابعة للخبر العاجل الذي ورد إلينا. ونقلا عن وكالة أنباء الشرق الأوسط، الخبر يقول أن الرئيس محمد مرسي أصدر قرارا جمهوريا بسحب القرار رقم 350 لسنة 2012 باعتبار مجلس الشعب منحلا اعتبارا من يوم الجمعة الموافق 15 يونيو 2012 وعودة مجلس الشعب المنتخب لعقد جلساته وممارسة اختصاصاته المنصوص عليها بالمادة 33 من الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 30 مارس 2011. وينص القرار أيضا على إجراء انتخابات مبكرة لمجلس الشعب خلال 60 يوما من تاريخ موافقة الشعب على الدستور الجديد والانتهاء من قانون مجلس الشعب. حول هذا الموضوع نفتح الاتصالات اليوم في هذه الفقرة، وأبدأ مع الأستاذ جمال عيد مدير الشبكة العربية لحقوق الإنسان. أستاذ جمال، هل أنت معي؟ أهلا بحضرتك. كيف تقرأ هذا القرار، وهل من سلطات الرئيس أن يصدر قرارا مثل هذا؟ يعني احنا من القرار، لانه من صلاحيات ومن حق رئيس الجمهوريه ان يلغي قرار اداري صادر من السلطه السياسيه السابقه، لانه القرار السابق اصلا كان خطا. والرئيس هنا اصدر قرار متكامل ان الغاء قرار لاشل المجلس وعوده المجلس للانعقاد واجراء انتخابات جديده خلال 60 يوم. نعم، هو قرار صحيح ولا يضع في مواجهه المحكمه الدستوريه، لكن يضعه في مأزق سياسي امام المجلس العسكري. طيب، بهذا القرار، هل هذا القرار يعني سقوط الاعلان الدستوري المكمل؟ لا، في القرار اللي اصدره الدكتور مرسي، القرار 11 لسنه 2012، بيقول بعد النظر للاعلان الدستوري 13 فبراير 2011. هذا القرار مستند لاعلان صحيح. الاعلان الدستوري الذي اصدره المجلس العسكري باطل من لحظه انشائه، لانه لم يستفتى الشعب عليه. الاعلان الدستوري يعتبر باطل لانه الشعب لم يستفتى عليه، وبالتالي باقي بنود الاعلان الدستوري او باقي مواد الاعلان الدستوري او ما جاء في الاعلان الدستوري المكمل من الممكن يعني انه في الفتره القادمه لن نشهد عمل بها. انه رئيس الجمهوريه هو السلطه الاعلى في البلاد، ومعروف انه المحاكم الدستوريه في وقت مصر او في اي بلد ثانيه لا تصدر حكم للنفاذ، هي بتفسر ماده قانونيه هل هي دستوريه ام لا. وبالتالي المشير طنطاوي او رئيس مجلس الاعلى للقوات المسلحه اخطا في اصدار هذا القرار. كان ممكن يقول انه بناء على الحكم المحكمه الدستوريه يحل مجلس الشعب في تاريخ معين، وبالتالي قرار بحل المجلس هو اللي كان خاطئ. رئيس الجمهوريه صلح ده وقال انه خلال شهرين يعقد انتخابات لمجلس الشعب، وبالتالي احنا بنتكلم عن طول شهرين لتلافي عدم دستوريه الماده، وهنا القرار صحيح. هل يضع ذلك القرار الرئيس في مواجهه مع المجلس العسكري؟ نعم، هذا القرار سيضع في مجلس مع المجلس العسكري، وعلى المجلس العسكري انه يقرر هل سيحترم رئيس الجمهوريه وده واجب عليه، أم إنه هيصطدم بيه. وفي الحقيقة في هذه اللحظة المؤيدين أو المختلفين مع رئيس الجمهورية أعتقد هينحازوا رئيس الجمهورية لأنه بيمثل الشرعية، لأنه منتخب، في حين إن المجلس العسكري لم يكن منتخب بالإطاحة بانحيازه الشديد للثورة المضادة منذ الإطاحة بالمخلوع. أشكرك شكرا جزيلا أستاذ جمال عيد مدير الشبكة العربية لحقوق الإنسان، كنت معنا عبر الهاتف، أشكرك جزيلا الشكر. أنتقل إلى الأستاذ أحمد سيف الإسلام المحامي بمركز هشام مبارك، أهلا بحضرتك. أهلا وسهلا يا فندم. أستاذ أحمد، قراءتك لهذا القرار؟ بحط البلد في مأزق كبير جدا، لأنه في رأيي قرار خاطئ قانونا، حيث لا يجوز رئيس الجمهورية أن يوقف تنفيذ حكم محكمة دستورية. حكم المحكمة الدستورية طالما نشر في الجريدة الرسمية أصبح نافذ وساري على الكافة بما فيه مع رئيس الجمهورية. أي قرارات وقوانين هياخدها مجلس الشعب بعد حكم المحكمة الدستورية سهل جدا إن أي حد يطعن فيها بعدم دستورية القانون. هل استمعت معي إلى مداخلة الأستاذ جمال عيد؟ استمعت إليها ومختلف مع حاجات فيها، لأنه يعني
في حكم محكمه دستوريه صريح في الاسباب بان الحكم يسري على كامل مجلس الشعب ولا يصلح قرار رئيس الجمهوريه لوقف تنفيذ حكم المحكمه الدستوريه، هو حكم واجب النفاذ طالما نشر في الجريده الرسميه وقد نشر في الجريده الرسميه. ولكن وبالتالي حتى بدون وجود قرار المجلس العسكري. المجلس حتى بدونه ماذا؟ حكم المحكمه الدستوريه نافذ بالنشر في الجريده الرسميه حتى بدون وجود قرار من المجلس العسكري بحال البرلمان. البرلمان حل بقوه الحكم المحكمه الدستوريه ولا واي احياء للبرلمان بره هذا الحكم هيؤدي الى بطلان كافه اعماله اذا طعن امام المحكمه الدستوريه على الاعمال الجديده. نعم، ابقى معي استاذ احمد سيف الاسلام وساذهب الان الى دكتور محمد الذهبي استاذ القانون وقانون الدستور و الدستوري والمحامي بالنقد. هل انت معنا دكتور محمد؟ اهلا بحضرتك فندم. اهلا بحضرتك دكتور محمد. يعني ما بين من يرى ان هذا القرار سليم وما بين من يرى ان هذا القرار ليس من سلطات الرئيس اصلا، كيف انت ترى الموضوع من الشكل القانوني؟ لا شك ان هذا القرار هو قرار منعدم لا سند دستوريا ولا قانونيا له، وانا بعتبره انه دعوه للفوضى، وهذه كارثه دستوريه وقانونيه وقضائيه لم تحدث في تاريخ مصر المعاصر، وقد لا اكون مبالغا لم تحدث في التاريخ الانساني. دكتور محمد، ولكن كان معي استاذ جمال عيد وكان يقول انه طيب الاعلان الدستوري المكمل لم يستفت عليه شيء، وبالتالي هو ايضا يعني غير قانوني وكان يجب ان يستفت عليه الشعب. هذا القرار خالف مفهوم الدولة القانونية التي أساسها مبدأ سيادة القانون واحترام وتنفيذ أحكام القضاء. هذا القرار منعدم لا سند له دستوريا أو قانونيا. القرار ده لم نرى نظير له يمكن غير في الإخوة في غزة في حماس، لكن في تاريخنا المعاصر حتى في سابقتين إن المحكمة الدستورية العليا كانت أصدرت حكم بطلان تكوين وتشكيل مجلس الشعب بالكامل 87 و90، وكان هذا الامر في عهد الرئيس السابق مبارك وتم تنفيذ الحكمين. اما الان وان يخالف هذا القرار مبدا يخالف الشرعيه، يعني طيب كيف سيكون موقف المحكمه الدستوريه العليا اذا هذا القرار دكتور محمد؟ تنفيذ احكام القضاء هو بيفقد سند شرعيته الدستوريه. لا يمكن تصور ان رئيس دوله او رئيس سلطه تنفيذيه او وزير يخالف تنفيذ احكام القضاء، يسف احكام القضاء ويصدر قرار بالمخالفه لاحكام القضاء، يقينا هو فقد شرعيته الدستوريه. طيب دكتور محمد، يعني كيف ترى رد فعل المحكمه الدستوريه العليا اذا؟ كل ما يصدر عن هذا البرلمان المنعدم المنحل بحكم المحكمه الدستوريه العليا لا سند له من القانون، هي اعمال غير شرعيه واعمال لا سند لها من القانون، لانه الاساس في هذا الامر هو قانون المحكمه الدستوريه العليا من الماده 45 الماده 51 اللي حددت احكام مدى تنفيذ احكام المحكمه الدستوريه العليا، انها احكام ملزمه لكافه سلطات الدوله وملزمه لكافه بما فيهم المحكمه الدستوريه العليا ذاتها. يعني هذا الحكم ملزم لرئيس السلطه التنفيذيه اللي هو رئيس الدوله، ملزم لكافه سلطات الدوله، وبالتالي هذا امر مدهش انه يصدر قرار من رئيس الدوله يخالف حكم صادر من المحكمه الدستوريه العليا، هذه سابقه لا نظير لها. طيب دكتور محمد، هل بهذه الطريقه اخل الرئيس باليمين الدستوريه التي حلف امام المحكمه الدستوريه العليا؟ زي ما قلت لحضرتك هو الموضوع شكل لينا صدمه لم نتدارك الاثار القانونيه ليها سوى المفهوم البسيط انه ده برلمان منعدم، وبالتالي اي انعقاد اي قرار اي عمل لا يمكن وصفه انه عمل برلماني او عمل تشريع لا قيمه ولا سند له. لكن القرار ده كيفيه الطعن، يعني ايه كيفيه الطعن على شرعيه رئيس الدوله؟ دي امور هيتحاسها القانونيين وهنتحاسها جميعا. طيب. يعني ازاي نحن سنحاول اول عمل لرئيس الدوله يخالف حكم صادر المحكمه الدستوريه العليا؟ ده امر مدهش الحقيقه، وما حصلش في تاريخنا الملكي ولا في تاريخنا الرئاسي. ده امر جديد زي ما قلت لحضرتك. نعم. هذا القرار هو يذكرنا بما يحدث في غزه تحديدا من سلطه حماس، لكن
في مصر الكلام ده ما شفناهوش قبل كده وما اعتقدش هنشوفه تاني يعني. اشكرك شكرا جزيلا دكتور محمد الذهبي استاذ القانون الدستوري والمحامي بالنقد، اشكرك جزيلا الشكر. واذهب اليك استاذ احمد سيف الاسلام مره اخرى، وسنحاول ان يعني نتحدث مع استاذ جمال عيد مره اخرى لانه كان يعني لديه وجهه نظر مختلفه تماما عما يقال الان. استاذ احمد مره اخرى نفس السؤال، هل تعتقد من وجهه نظرك الان الرئيس اخل باليمين الدستوريه التي حلف امام المحكمه الدستوريه العليا؟ بص، الرئيس ما زال هو الرئيس الشرعي لكنه اخطا في الاجراء، فالذي سوف يبطل هو الاجراء الخاطئ وليس بشرعيه الرئيس. هل في اعتقادك هذا القرار سيجعل عودة البرلمان بأكمله أم ثلثي البرلمان؟ هل سيعود البرلمان بهذا القرار بأكمله أم فقط ثلثي البرلمان؟ ما هو ده جزء من المعزة، هيقعد بكامله ولا ثلث البرلمان، واللي هيطلعه البرلمان هيبقى محل طعن أمام الدستورية، وفي الغالبا هيقبل الطعن لأنه زي ما قالوا أستاذنا البرلمان منعدم من تاريخ نشر القرار في الجريدة الرسمية. حكم المحكمه الدستوريه اصلا حكم كاشف مش منشئ، بمعنى انه يرتد الى الماضي عندما تصدر حكما بان النص ده غير دستوري، فما ترتب على هذا النص غير دستوري اصبح لا وجود له. نعم، ابقى معي استاذ احمد وساذهب الى الصحفي دستوريه. نعم، ابقى معي اذا سمحت، ساذهب الى الاستاذ كمال ريان. انا مضطر انزل عشان اجتماع. طيب اشكرك شكرا جزيلا استاذ احمد سيف الاسلام محامي مركز هشام مبارك، اشكرك جزيل الشكر. وانتقل الى الصحفي كمال ريان الصحفي المتخصص بالشؤون البرلمانيه. استاذ كمال، نعم، ضعنا في مزيد من التفاصيل لهذا القرار الذي امر به الرئيس منذ قليل. هو يعني القرار كما صدر هو ينص على هو قرار جمهوري من الرئيس محمد مرسي تحت القرار الخاص بحل مجلس الشعب والقرار الذي اتخذه المجلس الاعلى للقوات المسلحه وعودة مجلس الشعب لحين إجراء انتخابات مبكرة. الانتخابات هتكون خلال 60 يوما من وضع الدستور، وبذلك يعني يعتبر مجلس الشعب يمارس عمله، ويعني مجلس الشعب سيمارس عمله بأكمله. يعني هو القرار نص على سحب قرار حل المجلس، وبالتالي فإن المجلس سيعود بأكمله يحدث، فبالتالي فالمجلس سيعود بأكمله لكن سيعود بشكل يعني مؤقت لحين اجراء انتخابات مبكره بعد خلال 60 يوم من وضع الدستور. وبذلك يعني يعتبر هذا القرار هو الغاء لقرار المجلس الاعلى للقوات المسلحه الذي كان ينص على حل البرلمان، وليس الغاء طبعا لان ذلك لا يجوز قانونا او دستوريا، وليس الغاء ل يعني قرار المحكمه الدستوريه او حكمها ببطلان انتخابات، هو الغاء لقرار المجلس الاعلى للقوات المسلحه. مرة أخرى هذه النقطة أستاذ كمال حتى تتضح الصورة لنا. القرار هو إلغاء لقرار المجلس الأعلى للقوات المسلحة الذي قضى بحل المجلس، يعني حكم المحكمة الدستورية. لكن القرار جه من المحكمة الدستورية العليا. لا، المحكمة الدستورية حكمها كان ببطلان القانون الذي أجريت على أساس الانتخابات. وكما أعلن لم يكن شأن المحكمة الدستورية أن تلغي المجلس أو أن تصدر قرار بحل، فالقرار التنفيذي بحل المجلس صدر من المجلس الأعلى للقوات المسلحة. وبذلك فإن القرار الجمهوري الذي صدر اليوم هو إلغاء لقرار المجلس الأعلى للقوات المسلحة بحل المجلس، وليس الغاء لحكم المحكمه الدستوريه، يعني هو قرار الغاء للقرار التنفيذي الذي صدر بحل المجلس، لان حكم المحكمه الدستوريه لم يكن بحل المجلس وكان ببطلان القانون الذي اجريت على اساس الانتخابات من الناحيه الدستوريه. وبالتالي هل هذا القرار من وجهه نظرك سيضع الرئيس في مواجهه مع المجلس العسكري؟ لا، هو المجلس العسكري يعني يعتبر ليس ذو صفه في هذه الحاله، هو المجلس يعني المجلس العسكري حين اتخذ قرارا بحل مجلس الشعب كان بمثابه قرار جمهوري، كان يحل محل رئيس الجمهوريه، رغم انه قيل وقتئذ انه لم يكن في الاعلان الدستوري ما يعطي المجلس الاعلى للقوات المسلحه سلطه حل المجلس. نعم، وبالتالي هل تتوقع انت ان يمر هذا القرار بشكل عادي؟ يبدو أننا فقدنا الاتصال بالصحفي كمال ريان.
الصحفي المتخصص في الشؤون البرلمانية. إذا مشاهدينا نحن نفتح الاتصالات لهذا الخبر العاجل المتعلق بالقرار الذي أصدره الرئيس محمد مرسي، قرارا جمهوريا يقضي بسحب القرار رقم 350 لسنة 2012 باعتبار مجلس الشعب منحلا اعتبارا من يوم الجمعة الموافق 15 يونيو 2012 وعودة مجلس الشعب المنتخب لعقد جلساته وممارسة اختصاصاته المنصوص عليها بالمادة 33 من الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 30 مارس 2011. وينص القرار أيضا على إجراء انتخابات مبكرة لمجلس الشعب خلال 60 يوما من تاريخ موافقة الشعب على الدستور الجديد والانتهاء من قانون مجلس الشعب. معي الآن المستشار زكريا شلش رئيس محكمة استئناف القاهرة. المستشار زكريا شلش، سيادة المستشار، كيف ترى هذا القرار الصادر من رئيس الجمهورية؟ هذا قرار منعدم ولا يجوز أن يصدر من رئيس الجمهورية، لأن حكم المحكمة الدستورية العليا حكم بات لا يجوز الطعن عليه بأي طريق من طرق الطعن، وأن أحكام المحكمة الدستورية العليا مثلها مثل القانون تنفذ بمجرد من اليوم التالي لتاريخ نشرها بالجريدة الرسمية، وأن ما صدر من رئيس الجمهورية يعتبر مخالفا للقانون وفيه عدم احترام لأحكام الدستور والقانون التي أقسم رئيس الجمهورية على ذلك. طيب سيادة المستشار، القانون من الحكم من المحكمة الدستورية يقضي يعني بحل أو يعني أن القانون الذي أجريت عليه الانتخابات هو اللي غير قانوني ولم يقضي بحل البرلمان، وإنما من قضى بحل البرلمان هو المجلس العسكري. لا، حكم المحكمة الدستورية العليا هو الذي تضمن حل للبرلمان وليس قرار رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة. لكن المشير نفسه كان قد أصدر قرار رقم 350-2012 بحل المجلس. هذا القرار تزايد من المجلس الأعلى للقوات المسلحة، ولم نكن في حاجة إلى صدور مثل هذا القرار. لكن من الناحية الأخرى كل ما يتعلق بالمحكمة الدستورية العليا كان يتحدث عن القانون الذي على أساسه أجريت الانتخابات. ايوه، وجاء باسباب الحكم وهي اسباب مكمله للمنطوق ان مما يكون معه مجلس الشعب باطلا منذ نشاته ولا يحتاج الى اي وسيله اخرى لحل، يعني هو محلول بقوه القانون بمجرد صدور الحكم واعلانه بالجريده الرسميه، وان ما بدر من رئيس الجمهوريه سيدخلنا في متاهات لا حصر لها. لكن سيادة المستشار، يعني كيف ل19 قاضيا ان يحلوا، يعني عينوا عن طريق الرئيس المخلوع مبارك ان يحلوا مجلس الشعب الذي اتى بإرادة الشعب؟ اللي بيقول عينوا عن طريق الرئيس السابق دول ناس مغردين ويقومون بالقول ببعض الآراء التي تخدم التيار الديني، وهم معروفين ويخالفون القانون فيما يبدونه من افتاء. نعم. وهناك في المقابل رجال فقه قانوني ومستشارون ادلاء يرون ان حكم المحكمه الدستوريه العليا يتعين تنفيذه ولا يجوز لاي جهه التعرض له، لان المحكمه الدستوريه العليا جاءت بناء على استفتاء شعبي، لانها من ضمن مواد الاعلان الدستوري ومن ضمن الدستور ومن ضمن الدستور. لكن سياده المستشار، يعني هل سمعنا في اي دوله، يعني اذا اخذنا امريكا او حتى اي دوله في اوروبا، بان المحكمه هي التي تحل الكونغرس او المحكمه هي التي تحل البرلمان؟ كل دوله لها نظامها القانوني والدستوري، كل دوله تنفرد بنظامها القانوني والدستوري، ونحن في مصر ننفرد بهذا الإجراء باعتباره إجراء مستفتى عليه الشعب وليس إجراء عاديا. وبعدين اللي بيقولوا إن المحكمة الدستورية العليا معانا من حسن مبارك، دول هم نفسهم معينين من حسن مبارك ومترقيين من حسن مبارك. ابقى معي سيادة المستشار. بالتعيين أو الترقية.
نعم، ابقى معي سيادة المستشار. البلد عاملة بلبلة في الشعب للأسف يعني. نعم. كل منه بدور انه هيبقى وزير ولا هيبقى محافظ ولا هيبقى حاجة، بدوره على مصالح شخصية مش أكتر. ابقى معي سيادة المستشار إذا سمحت، ابقى معي وأذهب الآن إلى المستشار إبراهيم بسيوني رئيس محكمة النقد سابقا. رئيس محكمة سابق. سيادة المستشار أهلا بك معنا. سيادة المستشار، بداية يعني قراءتك لهذا القرار الذي صدر من الرئيس مرسي منذ قليل لعودة البرلمان مرة أخرى. طبعا قرارات اللي انت قراتكم بالنسبة للانتشار قناة يعني انا بعتقد انها في ارجاء العالم. فانا برضو ان يعني هذه القناة موقرة المسطرة اللي كلنا بنشاهدها وجميع العرب بيشاهدوها والاجانب بيشاهدوها، ارجو ما نستضيفش واحد زي شمس وزيرو. الناس ليها اغراض تبع الحزب وتبع حسن مبارك. ارجو ان ترفع صوتك قليلا سيادة المستشار اذا سمحت. سيادتك بالنسبه للاستاذ زكريا شلبي وغيره وامثاله، دول ناس لهم انتماء للماضي وما زالوا بيفكروا بيزغزغوا. ما فيش ما احنا ما نتماش للماضي وما نقبلش كلام فارغ زي ده. من فضلك لو سمحت ما تنطقش الكلام الدستوري. طيب نحن نحن نحترم التاريخ اصلا يا سيادة المستشار. نعم. جبتوا السادة القضاة المحترمين اللي اساءوا نجاح الاستاذ رئيس الجمهورية. سيادة المستشار ابراهيم ارجوك يعني لا تلقي بالتهم، نحن نحترم جميع الضيوف فقط اود وجهة نظرك. الدستورية هذا القرار سليم. انما في ناس بتنتمي للتيار الدولي واعلنت كده. سيادة المستشار زكريا ابقى معي اذا سمحت حتى يكمل المستشار ابراهيم بسيوني هذه النقطة. قراءتك يا سيادة المستشار. هذا القرار سيادتي قرار سديد وسليم لأن رئيس الجمهورية إذا ما كان بيقال إنه أخذ صلاحياته فمن إطلاقيات صلاحياته إنه يصدر قرار بحكم الكتل القانون، قرارات لا قوة القانون، قراره ده قرار استثنائي في ظرف ثورة على أساس إن إحنا مدر مجلس مجلس تشريعي. والنهارده المجلس العسكري بيقول بخالف مقاله المجلس العسكري، انا سلمت السلطه يعني سلم السلطات كلها الان، اصبح التماس سلطه تشريعيه. فالسيد رئيس الجمهوريه من حقه من صلاحياته ان يصدر قرار بقوه القانون بيستنفذ مدته وقوته ونص التطبيق. ال 60 يوم بعد الدستور هيبقى كانه عدم المجلس مجلس الشعب، انما لازم يكون في قرار من السيد رئيس الجمهوريه إلى له من صلاحيات. أنا الناس اللي يتحدث ويتكلم فكان بيبكي على الماضي وعايز الماضي يستمر بقول له آسف. طيب ابقى معي سيادة المستشار إبراهيم بسيوني لنسمع الرد من سيادة المستشار زكريا شلش على هذه على وجهة نظرك أنت. ليس من صلاحيات رئيس الجمهورية أن يتعرض لحكم محكمة دستورية عليا. ليس من حقي وأكثر أن يحترم القانون. ومن اهم احترام ومن اهم اساسيات القسم الذي اقسمه ان يحترم الدستور، واحترام الدستور والقانون هو احترام لاحكام القضاء. انما هنا عدم احترام لاحكام القضاء وعدم احترام احكام القضاء واحكام المحكمه الدستوريه العليا والالتفاف حولها بهذا الطريق. طيب سيادة المستشار زكريا شلش يعني المستشارة تهاني الجبالي كانت قد قالت تصريحات في نيويورك تايمز بأن حل مجلس الشعب جاء حتى يبقى المجلس العسكري في السلطة، وأن هناك قضاة رسموا يعني هذا الطريق للمجلس العسكري، كيف تعلق على ذلك؟ المستشارة تهاني الجبالي تعمل بالسياسة قبل تعيينها وما زالت تتحدث في السياسة. أنا لا يشرفني أن أعلق على كلامها. أرجو منك أن طبعا استبعدوها من تشكيل المحكمة اللي هو حل اللي هو أصدر قرار أصدر حكم بحل مجلس الشعب. استبعدوها بسبب تصريحاتها العمال على بطال دي عشان تبقى حضرتك عارفة يعني. فهي دي انسانه يعني ارجوك ما يعني سياده المستشار على كلامها يعني سياده المستشار في السياسه وده ممنوع على القضاء انهم يعملوا في السياسه. يا استاذه ضحى اتفضل. لما تيجي سيادتك تسالي فيه قول لك دي انسانه مش انسانه. انا لا اعترف بفريق. لا انا اتحفظ على بعض الكلمات التي قالها المستشار زكريا شلش، ولكن بعيد برغم ان هذا الغير اللي بيقوله على
الشيخ خالد الجبالي خالد معاه كليات لانها من النظام السابق والانعياد نظام مبارك وكانت موظفه رغم هذا كله احكام القضاء فوق دماغنا تعظيم شباب ولكن نحن لا نتحدث الان عن احكام قضاء نتحدث الان عن سلطه رئيس جمهوريه ما زالت مطموحه لي هذه السلطه بالصلاحيات التامه اي ان تعسكري من ضمن التدخل صلاحياته يلغي حكم المحكمة الدستورية اقول يا مين اللي قال الكلام ده؟ مين اللي قال ان من صلاحيات رئيس الجمهورية يلغي حكم المحكمة الدستورية عليا؟ بتجديد مين اللي قال كده في أي مكان في العالم؟ في عكس مصر في الثورة لما العالم يقوم في ثورات كل ثورة فيها قوانين وتفاسير بتحركها وكان يتعين على المحكمة الدستورية ألا تتعجل بهذا الحكم اللي عندها طيب سيادة المستشار إبراهيم ولكن هي يعني أصدرت هذا القرار بالفعل يا هاني أنا أقول لسعادتك هذا يا أستاذة اتفضل أنا أقول لسعادتك أن المحكمة الدستورية بتعجلها إحنا كنا عارفين منذ فترة زي ما قال الدكتور الكتاتي بيقول الدكتور جنزور إن المجلس الشعب حله في الدور يعني ده قانون مفصل متفصل قانون أصلا حكم مشكوك في أمره حكم مشكوك في إصداره ولكن مع ذلك سيادة المستشار هناك من يرى أن هذا القرار من جانب الرئيس يعتبر تعدي على أحكام القضاء والمحكمة الدستورية العليا ومن قال ذلك هو الفقيه الدستوري عصام الإسلامي هو رئيس الجمهورية مش بيعتبر القائد الأعلى لجميع السلطات في مصر هي فيها السلطة القضائية والسلطة التشريعية والسلطة التنفيذية مش هو القائد الاعلى ليهم كلهم الاعلى وبالتالي الم يكن من الاولى ان يحترم الرئيس قرارات المحكمه الدستوريه العليا اذا؟ هذا يتنفذ قرار مؤقت يستنفذ قوته بفتره صيانه وتطبيقه اللي هي 60 يوم بعد الدستور ما يتحل ما قالكيش دائم الى حين انحلاله في الفتره اللي هي 4 سنين قالك ده في فتره احنا في مصر حاجه في امثل الحاجه لوجود برنامج تشريعي فاستخدم صلاحياته اللي هي مثل صلاحيات رئيس الجمهوريه. طيب ابقى معي. نعم سياده المستشار ابراهيم بسيوني ابقى معي اذهب اليك المستشار زكريا شلش وتعليق منك. اولا لا زي ما قلنا ليس من صلاحيات رئيس الجمهوريه ان هو يرجع مجلس شعب قضي بعدم دستوريه القانون اللي انتخب على اساسه وبالتالي حله. اما حته ان رئيس الجمهوريه حكم بين السلطات ده ما ينطبقش على المحكمه الدستوريه العليا. لأن المحكمة الدستورية العليا محكمة تفوق السلطات القضائية كاملة يعني لها وضع قانوني ودستوري خاص ومن ضمن أعمالها إن هي بتتدخل بنص الدستور والقانون في أعمال السلطة التشريعية هي النهارده المحكمة الدستورية العليا أما بتلغي أما بتعدم نص قانوني أو بقضائها بعدم دستوريته معناها أنها هنا بتتدخل بقوة القانون وبقوة الدستور في أعمال السلطة التشريعية. نعم أشكرك. هنا ما يبقاش فيه فصل بين السلطات يعني وضحت وجهة نظرك سيادة المستشار أشكرك شكرا جزيلا المستشار زكريا شلش رئيس محكمة استئناف القاهرة وأعود إليك سيادة المستشار إبراهيم بسيوني ويعني تعليقك على ما كان يقوله المستشار زكريا أنه يعني ما فيش مشكلة في هذا القرار من جانب الرئيس، الرئيس له الحق في أن يصدر هذا القرار. نعم هذا القول وسيادتك يا فندم هذا الرئيس له صلاحيات ووفقا لما حرمه المرشد طنطاوي نفسه. المرشد طنطاوي قال إيه؟ قال أن رئيس الجمهورية انتقلت إليه جميع الصلاحيات. من ضمن صلاحيات السيد رئيس الجمهورية أن يصدر قرارات لها قوة القانون وتطبق فور صدورها وإعلانها. من ضمن هذه القرارات القرارات أصدرها اليوم. هم قالش قانون ما قالش ده يعتبر قانون قرار رئيس الجمهوريه يصدر قرار في خلال 60 يوم بعد اعلان الدستور بيحل مجلس الشعب وينعقد الانتخابات من جديد ده قرار سليم 100% قرار رئيس الجمهوريه من سياق صلاحياته من منطلق صلاحياته وبالتالي كيف ترى العلاقه بين المجلس العسكري والرئيس في الفتره القادمه؟ علاقة بين المجلس العسكري والرئيس محمد مرسي في الفترة القادمة. المجلس العسكري لم يعد الآن حاكما لمصر. المجلس العسكري المشير طنطاوي يمثل الآن وزيرا للدفاع. وزيرا للدفاع في مصر. ده كل مقامه في مصر هو القائد العام القاضي مسلحة
له احترام ومحمة فيه الثورة. طب ماذا عن التشريع؟ ماذا عن التشريع إذا عاد مجلس الشعب كما قرر الرئيس مرسي؟ هل سيظل مع المجلس العسكري أم سيعود يعني بوجود البرلمان؟ هو مع البرلمان إذا؟ التشريع؟ التشريع. التشريع يعود لمجلس الشعب. الأصل يعود للأصل لمجلس الشعب، ليس المجلس العسكري. بدون هذه الصلاحية المجلس العسكري. المجلس العسكري استدعى هذه السلطة وأقتنصها لنفسه وأخذها لنفسه على أساس إن محكمة الدستور العليا أصدرت حكما بحال مجلس الشعب. لم تقل محكمة الدستور العليا في حكمها حال مجلس الشعب. آية المادة دي غير دستورية. كما يتعين على هذا الحكم أن يحال محكمة القضاء الإداري قسم الفتوى والتشريع عشان يرضوا فيها حل النص، نعم. حل الكل، نعم. حل المجلس كله، حل تلتين أعضاؤه، نعم. أعضاؤه. إلا إن المجلس العسكري اصطنت هذا الحب ونصر نفسه فيه صاحب التصرف والسلطان والهيمنة وحال مجلس الشعب. أشكرك شكرا جزيلا المستشار إبراهيم بسيوني رئيس محكمة سابق. وأذهب إلى المستشار علاء محفوظ رئيس محكمة الاستئناف ببني سويف. سيادة المستشار. ألو. سيادة المستشار، يعني وجهات نظر متفاوتة حول القرار الذي أصدره الرئيس محمد مرسي بعودة البرلمان مرة أخرى، كيف تقرأ أنت هذا القرار؟ أنا بنظر من هذا القرار أن القرار صدر من المجلس العسكري في حل مجلس الشعب بصفته رئيس الجمهورية. ودلوقتي احنا عندنا رئيس جمهورية منتخب، فإذا كان المجلس العسكري أصدر هذا القرار بصفة رئيس الجمهورية فمن حق رئيس الجمهورية أن هو يلغي هذا القرار ويعيد مجلس الشعب لحين وضع الدستور. فأنا شايف القرار قرار كويس جدا عشان ما يبقاش عندنا فراغ تشريعي. ولكن هل هو قانوني؟ هو قانوني، لان هو من يملك الحل يملك الاعاده. ولكن هذا القرار كان صدر من المحكمه الدستوريه العليا، فهل يملك الرئيس ان يعني يقوم بشيء غير القرار الذي تم اصداره من المحكمه الدستوريه العليا؟ المحكمه الدستوريه العليا اصدرت حكم بعدم دستوريه فقره في القانون، ولذلك هي ما حلتش مجلس الشعب، ان حل مجلس الشعب المجلس العسكري بصفة رئيس الجمهورية. لكن أنا كان معي المستشار زكريا شلش وكان يقول أنه يعني ما أصدره المجلس العسكري كان يعني للتأكيد، ولكن الحل جاء من المحكمة الدستورية العليا. لو كان الحل جاء من المحكمة الدستورية العليا كان المجلس الحل بدون ما المجلس العسكري يصدر قرار حل. دي وجهة نظري، ووجهة نظر المستشار زكريا تحترم، لكن وجهة نظري اللي أصدر قرار حل المجلس العسكري بصفة رئيس الجمهورية. ودلوقتي احنا عندنا رئيس جمهوريه منتخب، هو من حقه ان هو يرجع في هذا القرار ويعود مجلس الشعب للانعقاد مره ثانيه الحين وضع الدستور، وبعد كده تعاد الانتخابات على حسب الدستور الجديد. هل من حق المجلس العسكري ان يعترض على هذا القرار ام لا؟ المجلس العسكري اصدر هذا القرار بصفته رئيس الجمهوريه، ورئيس الجمهوريه المنتخب موجود دلوقتي، فمش من حق المجلس العسكري يعترض على هذا القرار. اشكرك شكرا جزيلا، ولكن ابقى معي ايضا سيادة المستشار. المستشار سمير خشبع عضو مجلس الشعب. سيادة المستشار اهلا بك معنا. يا مرحبا، اهلا وسهلا. استاذ سمير، يعني كيف تقرا هذا القرار من الناحيه السياسيه؟ هل تعتقد انه صائب بما انك انت عضو في مجلس الشعب؟ نعم، القرار من الناحية السياسية ومن الناحية القانونية أو الدستورية أو ما يشاع بأن هناك نقول عن اليمين الذي أقسمه الرئيس أو أنه تجاوز في حدود سلطة تنفيذية على سلطة قضائية، هذا الأمر كله مخالف للواقع. ذلك لأنه الدكتور مرسي حينما أصدر هذا القرار هو يحترم أحكام القضاء، وإنما أصدر القرار بسحب القرار الصادر من رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، باعتبار أن قراره الذي أصدره قرارا لم يتضمنه حكم المحكمة، فهو في أساسه يحترم حكم المحكمة، لكنه أراد أن يسد فراغا تشريعيا بأن يرجع السلطة التشريعية إلى أصحابها، وهذه ليست وإنما كانت لها سابقة. ففي الفترات السابقة التي وفي الأزمنة السابقة التي حل فيها مجلس الشعب، استمر مجلس الشعب يمارس سلطاته في التشريع إلى حين انتخاب مجلس جديد أو إلى حين استفتاء.
فهذا الامر ليس بدعه. استاذ سمير، ولكن كان معي المستشار زكريا شالش وكان يقول انه هذا القرار ايضا او هذا الحكم جاء من المحكمه الدستوريه العليا، ولكن ما قاله المجلس العسكري كان يعتبر تاكيد، يعني القرار لم ياتي من المجلس العسكري من وجهه نظره، ولكن اتى من المحكمه الدستوريه العليا. المحكمه لم تصدر قرارا بحل المجلس، وانما اصدرت قرار بان القانون الذي تم بمقتضاه انتخابات مجلس الشعب قانونا لا دستوري، اقتضت بان القانون غير دستوري ولم تقضي بحل المجلس. قضيه حل المجلس دي نرجع الى السوابق القضائيه والسوابق السياسيه التي تمت من قبل، نجد ان مجلس الشعب كان يمارس سلطاته في سلطه التشريع طوال الفتره التي كان يتناقش فيها هذا الامر حتى لا يحدث خللا في المنظومه التشريعيه، خصوصا وان مجلس الشعب هذا الذي انتخب بانتخابات يتباهى بها المجلس العسكري ويتباهى بها الجميع. استاذ سمير، نعم هذه نقطه مهمه اعود اليك فيها، ولكن ابقى معي اذا سمحت، واذهب الى المحامي والفقيه الدستوري عصام الاسلامبولي المحامي بالنقد. اهلا بك معنا. اهلا بك. اهلا بحضرتك. ماذا يعني هذا القرار من الناحيه السياسيه؟ انا اعتقد ان هذا الاجراء اجراء اهون، لانه فيه تحدي سافر لاحكام القضاء، وفيه تحدي سافر لسياده القانون، وفيه نقول على القسم اللي اقسمه رئيس الجمهوريه ان يحافظ على الدستور والقانون. في مداخلات سابقة من مستشارين، سيادة المستشار في مداخلات سابقة من مستشارين آخرين قالوا أن هذا القرار جاء من المجلس العسكري، وأن ما جاء من المحكمة الدستورية كان يتعلق بشق أو فقرة واحدة من القانون الذي أجريت عليه الانتخابات البرلمانية. يا سيدة، هذه القضية تعالج بالطرق القضائية، لو كان في تفسير، وأنا قد أكون معه في هذه المسألة، في تفسير بانه هذا القرار اللي صدر بالحل لمجلس الشعب وكله فيه تجاوزا لحكم المحكمه الدستوريه باعتبار ان المنطوق مختلف عن الاسباب، من الممكن ان يبقى هذا الكلام مقبول اللي يحكمه القضاء. القضاء يحسم المساله تبقى ازاي، انما ان يصدر رئيس الجمهوريه اللي المفروض اعلى قمه واعلى سلطه في الدوله يصدر قرار بهذا الشكل، انا بعتبر ان ده فيه عربده، فيه بلطجه لا يجوز ابدا قبولها. انا اتحفظ على هذه الكلمات ان تظهر على الشاشه. وانا كل رايي ليك انت، انا بقول رايي انا الشخص. ونحن نتحفظ ايضا ان تظهر على شاشتنا، ابقى معي. انا بقول رايي. ايوه انا عارفه ان ده راي حضرتك يا فندم. خلاص انا هكمل كلامي لو سمحت. طيب حضرتك اتفضل. المفروض ان يبقى في عقل راشد، عقل راجح، ان يبقى في اجراء قضائي يدفع، انما هو يصدر كده قرار بانهاء الحل، يعني بيضرب طيب. العرض الحائط بالاحكام القضائيه. ابقى معي سياده المستشار اذا سمحت، ابقى معي سياده المستشار اذا سمحت. اعود للاستاذ سمير خشبه للتعليق. يا فندم التعليق، احنا بس عايزين يبقى الامور واضحه بالنسبه للمصطلحات. رئيس الجمهوريه حينما اصدر القرار بسحب قرار المجلس الاعلى للقوات المسلحه ولم يصدر قرارا بالغاء حكم المحكمه، وهناك فارق بين هذا وذاك. وانا استطيع ان اقول وببساطه شديده ان القانونيين وفقهاء القانون في هذه المرحله الحساسه الفارقه في زمن الامه هم الذين افسدوا الحياه السياسيه والقانونيه في مصر، ذلك لان المساله الواحده تصدر فيها اكثر من فتوى واكثر من راي على خلاف الاراء، لانهم ينظرون الى المساله القانونيه من منظور سياسي، وهذا امر خطير. لذلك هذا الذي اوقعنا في هذا الالتباس الكبير الذي نعيش فيه. رئيس الجمهوريه قد نكر بيمينه لانه يحترم احكام القضاء ولم يقل انني اتصدى الى حكم المحكمه. وضحت وجهه نظرك، اشكرك شكرا جزيلا. استاذ سمير خشب عضو مجلس الشعب، واعود اليك استاذ عصام الاسلامبولي للتعليق. لا طبعا، هو يعني هو بيحاول يتبع للحكم بانه هو ده الغاء لقرار المجلس الاعلى للقوات المسلحه وليس للقضاء. قرار هذه وجهه نظر ايضا بعض المستشارين الاخرين. استاذ عصام اكمل كلامي لو سمحت. طب اتفضل. انا بقول لك اللي بيتقال عشان انت ما كنتش معانا من شويه. استاذ عصام اتفضل. قرار المجلس الاعلى للقوات المسلحه كان تنفيذا لحكم القضاء، ولو كان فيه تجاوزا للحكم او خروجا عن حدود الحكم فحله بالطريق القضائي، مش انه يجي يلغيه
ويقول ان المجلس يرجع وبعدين اعمل انتخابات تكوينيه. ايه ده يعني؟ انا وبعدين هو صاحب مصلحه، هو راجل في مجلس الشرع ويريد ان يعود الى مقعده. هذا كلام غير مقبول. طيب اعلق على هذا الكلام. دوله ديمقراطيه، دوله قائمه على سياده القانون وعلى احترام احكام القضاء. نعم نعم، ولكن استاذ عصام، حتى اوضح لك ما قاله بعض المستشارين في مداخلات سابقه، انهم يرون ان هذا القرار من ناحيه الرئيس يعني وارد، لانه هو قرار اتخذ من المجلس العسكري كما كان يقول الاستاذ سمير خشب. ولكن سنذهب الان الى الاستاذ حسن ابو العزم، وهو عضو مجلس الشعب الصادر بحقه حكما بالحل ايضا. استاذ حسن، اما هو حضرتك بتاخدي اراء اعضاء مجلس الشعب؟ كان معايا مستشارين يا فندم والله قبلها. نعم، نحن نطرح وجهات نظر مختلفه فقط للتعليق. هم اصحاب مصلحه، هم عايزين يرجعوا. طيب يرجع الى رجال قانون ورجال قضاء خارج مجلس الشعب. طيب الراي القانوني سليم. تمام، ابقى معي اذا سمحت. مصلحه طبعا هيدافع عن مصلحته لانه عايز يرجع باي شكل. طيب ابقى معي اذا سمحت، واذهب الى الاستاذ حسن ابو العزم. هل انت معنا؟ السلام عليكم. عليكم السلام. استاذ حسن، رايك في هذا القرار؟ هذا القرار هو الغاء لقرار 350 لسنه 2012، وهو قرار المشير بحل المجلس انفاذا للمحكمه الدستوريه. مش معنى كده ان مؤسسه الرئاسه تتجاهل حكم القضاء وحكم المحكمه الدستوريه بحل المجلس، ولكنها دعت المجلس للانعقاد للنظر في انفاذ حكم المحكمه الدستوريه العليا. هذا واضح من ملابسات كثيره سابقه ولاحقه. اما بقى الاستاذ عصام اللي بيقول ان دول اصحاب مصلحه ودول عشان نفسهم يرجعوا للبرلمان، انا مش عارف هو ليه ما علقش على البلطجه القانونيه الدستوريه اللي اتعملت الاول واللي حصلت. دعني اتحفظ ايضا على هذه الكلمه اذا سمحت استاذ حسن. مخالفه تحفظوا ما شئتم، لكن دعني اقول الراي حتى لا نضلل الناس. مخالفه كل القواعد الدستوريه وكل الاعراض القانونيه ان المحكمه الدستوريه العليا تقضي في مثل هذا الامر في 3 سنين او سنتين على الاقل، وان قبل كده في حادثتين سابقتين ما جاء بانتخاب الشعب وباراده الشعب حل باراده الشعب من خلال استفتاء شعبي عام. كيف يتصور في اي دوله من دول العالم ان محكمه عدد قضاتها 19 برئيسهم معينون بقرار تعيين وليس بترشيح من المجلس الاعلى للقضاء، بل بانتقاء محض من الرئيس المخفوع السابق حسني مبارك ليتحكم في اراده 30 مليون ناخب؟ هذا الامر لم تعرف به اعتى الانظمه الدكتاتوريه في فرنسا المجلس الدستوري الاعلى. ولكن في النهايه استاذ حسن، هو قرار من المحكمه الدستوريه العليا، لم يكن من الاقدر على الرئيس ان يلتزم به. الدستوريه العليا هذا القرار لا يخالفه ولا يناقضه، بل هذا القرار فقط هو إعادة الأمر للمصادر بقرار المشير 350 لسنة 2012 بحل المجلس. ولكن المحكمة الدستورية العليا هي أعلى محكمة في مصر ولها هيئة مستقلة. المجلس للانعقاد هينظر في إنفاذ حكم المحكمة الدستورية العليا وذلك ببطلان التلت أو إعادة انتخابات التلت أو إلغاء عضوية الحزبيين اللي زحموا المستقلين في التلت الفردي. هو ده طوق الحكم وهو ده محل نظر. استاذ حسن، لكن دي اعلى محكمه في مصر. الافاضل الا ننسى تاريخ هذه المحكمه المعينه من قبل حسني مبارك. استاذ حسن، مع يعني بغض النظر تسلط من السلطه التنفيذيه على السلطه القضائيه، اين هذه النهارات الذي يظن اصحابها انهم صادقون لما صدر حكم المحكمه الدستوريه العليا وهو حكم سياسي من الدرجه الاولى في شهر ونصف بس بحل البرلمان مخالفا للقواعد العامه اللي كانت عليها المحكمه الدستوريه العليا ويزيد التعنت في قرار المشير. اشكرك شكرا جزيلا استاذ حسن ابو العزم، عضو مجلس الشعب الصادر بحقه حكما بالحل. اشكرك جزيل الشكر، واشكرك ايضا استاذ عصام الاسلامبولي المحامي بالنقد. اشكرك جزيل الشكر. مشاهدينا متواصلون معكم في هذه التغطيه حول قرار الرئيس محمد مرسي بعوده البرلمان، وهذه استطلاعات للراي من الشارع. فإلى هناك. تعرف عليك،
دكتور حمد صديق، يعني عايزين نعرف تعليق حضرتك يا دكتور عن اصدار قرار رئيس الجمهوريه منذ قليل بعوده انعقاد مجلس الشعب واعاده اجراء انتخابات جديده بعد 60 يوم. والله هو قرار صائب، وكان يفترض يعني المفترض ان هو كان دكتور مرسي وقت حلفان اليمين كان اصدر قرار بعوده مجلس الشعب او دعوه مجلس الشعب للانعقاد وتعيين 100 عضو مجلس شورى، وبكده كان استطاع ان هو ينتزع صلاحياته وفقا للعنوان الدستوري، او سواء كان العنوان الدستوري المكمل او بالنسبه للقوانين الموجوده، لان حكم المحكمه الدستوريه العليا اللي هو معني وفقا لنص الماده 49 من قانون المحكمه الدستوريه العليا بان هو مختصه في عدم دستوريه القوانين، اما فيما بعد ذلك لا يجوز، لان صدر قرار بقانون رقم 36/1998 من قبل رئيس الجمهوريه السابق بان في حال اذا صدر حكم من المحكمه الدستوريه بعدم دستوريه او قوانين يترتب على الحكم الصادر عدم تطبيقه في اليوم التالي لنشره. هذا يعني ان اذا صدر حكم بعدم قوانين لنص الماده 49 من مرسوم من القانون الصادر من رئيس الجمهوريه 1990، معناها ان الحكم لا يستطيع ان يكون نافذا بذاته في الماضي، ولكن اذا تم نشره فلا يجوز تطبيق هذا القانون. في حال عدم نشر هذا القانون هذا الحكم لا يجوز تطبيق القانون، هذا هو نص القانون ليس كلامنا احنا. شيء ثاني، اذا كان هناك قرار صدر من المجلس العسكري بحل مجلس الشعب منين؟ اذا كان حكم المحكمة العليا ذات بنفسه نافذ بذاته فكيف يصدر قرار بالحل؟ هل يجوز المحكمة الدستورية العليا ان تصدر قرار بالحل اذا كانت المحكمة الدستورية العليا بناء على انها خبيرة في القانون تم الإحالة لها من المحكمة الإدارية العليا، فبالتالي هي طبقا للقرار الصادر من المحكمة الدستورية العليا للمحكمة الصادر من المحكمة الإدارية العليا للمحكمة الدستورية العليا مدى دستورية هذه المواد القانونية، فكان يجب على المحكمة الدستورية العليا بعد فصلها في عدم دستورية هذه القوانين تحيل حكمها إلى المحكمة الإدارية العليا، وبالتالي المحكمة الإدارية العليا تنظر في الطعن المقام إليها. هنا يتبين أن قرار المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية هذه القوانين هذا هو القرار صحيح، ولكن حل مجلس الشعب ليس هو لا في سلطات المحكمة الدستورية ولا في سلطات رئيس الجمهورية ولا في سلطات أي كائن تاني. ليه؟ لأن هذه السلطات بتبقى محددة سواء كان في الدستور أو الإعلان الدستوري، ولما كان الإعلان الدستوري سواء كان مكون من 62 مادة أو من الإعلان الدستوري المكمل الناتج لم يتبين فيه كيفية أو آلية حل مجلس الشعب، فبالتالي أصبح أن قرار حل مجلس الشعب يعتبر منعدم لأن الحكم المحكمة الدستورية العليا لم يذكر فيه بحل مجلس الشعب. يعني معنا الآن الدكتور أحمد مهران أستاذ القانون العام، يعني نسأل حضرتك عن ما قاله السابق لك عن أن قانون حل البرلمان، هو يقول ان حل البرلمان دستوريا قانون بعدم دستوريته، وان هذا القانون وان عدم الدستوريه تسري باثر لا تسري باثر رجعي وانما تسري في المستقبل فقط، وان هذا البرلمان وجد على قانون كان صحيحا منذ ولادته، وان الانتخابات تم تسجيل هذا القانون، وان الحكم بعدم الدستوريه يعني عدم دستوريته في المستقبل، الا يطبق هذا الحكم في المستقبل. هذا الكلام غير صحيح على الاطلاق. المحكمه الدستوريه حكمت وقررت بان هذا القانون مشوب بعيب عدم الدستوريه، وما يعني ان هذا القانون هذا العيب او هذه الاشابه بعيب عدم الدستورية هو موجود بنص القانون في المستقبل وفي الماضي، وان القانون منعدم منذ لحظه وجوده، وان كل ما بني على هذا القانون هو باطل، وان ما بني على باطل فهو باطل. القرار صدر من السيد رئيس الجمهوريه، نحن نجيل رئيس الجمهوريه ونحترمه وايدناه جميعا، لان هذا القرار خلق ازمه جديده بين السلطه التنفيذيه بصفته رئيسا لها وبين السلطه القضائيه وبين القضاء والمحكمه الدستوريه الذي اقصى امامها باحترام القانون والدستور، ولانه يخالف اعتقد ان هذا القرار بمثابه طز في القانون والدستور، لا قانون ولا دستور، قانون محكمه دستوريه حددت حكم واضح صريح وقالت ان المجلس باطل في تكوينه وانه منعدم منذ لحظه وجوده بقوه القانون ودون حاجه الى اتخاذ اي اجراء اخر، بمعنى ان القرار الذي صدر من المجلس العسكري بحل البرلمان لم نكن في حاجه اليه، لان المجلس حل بقوه القانون بدون اصدار هذا القرار، ولا يمكن لاحد ان يعود مبارك حينما كان رئيسا لمصر، مبارك الفاسد، وكانت المحكمه الدستوريه لاكثر من مره تصدر احكام بحل البرلمان لم يستطع ان يعيد البرلمان وان يتخطى وينتهك احكام المحكمه الدستوريه، ما حدث اليوم هو خطا لابد ان يتدارك وان يعالج. احمد، المحكمه الدستوريه هي تقيم الماده او القانون المعروض عليها او دستوريه القانون المعروض، من ينفذ او من يامر من الخطا الشائع ان يقال ان المحكمه تقضي بعدم الدستوريه او صحه الدستوريه دون ان يكون لها اي دخل اخر، وان مش معنى ان المحكمه قالت ان القانون غير دستوري ان المجلس اتحل، ده كلام غير صحيح على الاطلاق. معنى ان القانون غير يصدر قرار بحل مجلس، معنى ان القانون غير دستوري، اذا كل ما بني على هذا القانون جاء باطلا وغير صحيح،
ويعتبر غير موجود بقوة القانون دون أن يحتاج إلى جهة أخرى تنفذه أو تصدر قرار بتنفيذه، بل أنه على الجهات المعنية بذلك أن تلتزم بنص حكم المحكمة وتنفذ وتحل نفسها بنفسها. إلا أنه لما كان أعضاء البرلمان لم يقروا ولم يعترفوا ولم يعجبهم هذا الحكم من المحكمة وقرروا الاستمرار في عمل برلماني، فجانا على المجلس العسكري أن ينزل هذا القرار. وأكد ليك أن بنص الإعلان الدستوري يجوز المجلس العسكري أن ينزل قرارا سياديا هو عمل من أعمال السيادة لا يجوز الطعن عليه بحل البرلمان، ولكنه لم يفعل، هو فقط قرار تنفيذي لحكم المحكمة. إحنا بنأيد البرلمان ده وكنا عايزينه يكمل، لكن لما نتكلم عن عودة البرلمان واحترام سيادة القانون في دولة المؤسسات ودولة القانون، لا، احترام سيادة القانون أولى وتطبيق القانون أولى بالرعاية، لأن هو ده اللي هيضمن لنا كلنا حقوقنا. النهاردة القرار اللي صدر بعودة البرلمان يعني تعدي على حرمة القانون وتعدي على الدستور وتعدي على كل المبادئ الدستورية والقانونية المتعارف عليها. لم يسبق لرئيس جمهورية أن عاد البرلمان بعد أن حل بحكم المحكمة، ولم يسبق لرئيس جمهورية أن يوقف أو يلغي حكم للمحكمة الدستورية. قانون المحكمة الدستورية يلزم ويقول بأن أحكامها ملزمة للكافة منذ لحظة نشرها بالجريدة الرسمية، ولا يجوز إلغائها ولا يجوز التعقيب عليها ولا يجوز حتى الطعن على هذه الأحكام أمام المحكمة، أمام أي محكمة. المحكمة الدستورية لا يجوز الطعن على أحكامها. ما يقال على أن هذا القرار صحيح غير صحيح، هذا القرار هو أزمة دستورية وقانونية جديدة ستدخلنا في صراع بين السلطة التنفيذية بصفته رئيسا لها وبين السلطة القضائية وبين المجلس العسكري أيضا الذي الآن سلبت منه السلطة التشريعية وعادت إلى البرلمان دون سند من القانون. شكرا لك. اتعرف عليك، انا دكتور محمد عبد الله. دكتور محمد، عايزين نعرف راي حضرتك في اصدار قرار رئاسي منذ قليل بعوده انقاذ مجلس الشعب واجراء انتخابات جديده بعد 60 يوم. والله انا ارى بعد 60 يوم من وضع الدستور الجديد. تمام. انا ارى بعيدا عن الراي القانوني ان اللي عمله الرئيس مرسي النهارده هو رد بسيط على اللي عمله المجلس العسكري في حل مجلس الشعب. مجلس الشعب لم يكن له ان يحل، لان اللي عمل قانون الانتخابات هو المجلس العسكري براي الجماعه بتوع المحكمه الدستوريه، واللي طعن على الانتخابات هو المجلس العسكري براي المحكمه الدستوريه، واللي الغى برضه الانتخابات هو المجلس العسكري براي من المحكمه الدستوريه. اللي انا شايفه ان حل مجلس الشعب كان مجرد خطه من المجلس العسكري للتمسك بجزء من السلطه علشان ما يسلمناش السلطه كامله في 30 يونيو. اللي عمله المجلس العسكري بيحاول ياخد جزء من السلطة عشان يقدر يفوض بعد كده الرئيس المنتخب عليها. اللي اقدر اقوله ان انتخابات مجلس الشعب جاءت انتخابات نزيهة برأيهم، احنا اللي نزلنا واحنا اللي قلنا اقف الصندوق للناس دي، الناس دي لازم تكمل. واذا كان حله طبقا لقانون دستوري فاحنا بنتكلم الاعلان الدستوري اصلا اللي حطه المجلس العسكري في جزء كبير جدا من العوار الدستوري. لو قعدنا نتكلم في دستورية وغير دستورية، المجلس العسكري حط لنا قانون طبقا في الاعلان الدستوري اللي هو عمله، حاجات كتيرة جدا غيرها، كتيرة جدا جت على هواه. احنا عملنا تعديل على دستور 71 وجالنا اعلان دستوري فيه اجزاء كتيرة جدا مخالفة لدستور 71 اللي احنا نزلنا نستفتي على بقاء وعلى تعديل بعض المواد اللي فيه. الرئيس مرسي من حقه الكامل ان هو يرد للمجلس العسكري الصعصعين. انا رئيس منتخب باغلبية من الشعب، انت من عينك؟ انت عينك المخلوع. مرسي جاء باغلبية الشعب يتكلم. يعني عايزين نعرف من حضرتك تعليقك على قرار رئيس الجمهورية بعودة انعقاد مجلس الشعب وإعادة الانتخابات بعد وضع الدستور الجديد ب 60 يوم. المواطن محمد محمود علي، موظف سابق بنك مركزي. الرئيس من حقه شرعا أي قرار يصدره كأي رئيس دولة بيمشي على الجميع، وده حقه قانوني ودستوري، لأن جاي رئيس شرعي من الشعب كله. أي حاجة تقول المحكمة الدستورية أو المحكمة الإدارية العليا فكان قرار من المجلس العسكري السابق محل مجلس الشعب ما كانش قانوني ومش من حقه. النهارده الرئيس الدوله الشرعي دكتور محمد مرسي قرار جمهوري ينفذ على الجميع، ينفذ على اي محكمه وينفذ على الاداره العليا وينفذ على الدستوريه، لان ده رئيس شرعي وقانوني. القرار الجمهوري بتاع الرئيس يمشي بعوده مجلس الشعب وممارسه للعمل بتاعه كمواطن مصري بتكلم باللغه العاميه. انما النهارده لا قانون ولا دستور، هم ماشيين على القوانين السابقه بتاع النظام السابق الفاسد. ما ينفعش النهارده بندي حق الرئيس بتاعنا دكتور محمد مرسي حقه القانوني والشرعي والدستوري. القرار الجمهوري بيمشي على الجميع، على المحاكم وعلى المجلس العسكري وعلى جميع مؤسسات الدوله. اي قرار يصدره رئيس الجمهوريه هو قرار رسمي وشرعي.
يعني عايزين نعرف تعليقك على عوده انعقاد البرلمان بقرار من رئيس الجمهوريه واجراء انتخابات جديده بعد 60 يوم. والله هو قرار موفق، لان القضاء منذ سنوات طويله طالبوا بالغاء المحكمه الدستوريه. القضاء انفسهم بعضهم وعدد غير قليل طالبوا بالغاء المحكمه الدستوريه، لان المحكمه الدستوريه مسيسه وبالتعيين عن طريق رئيس الجمهوريه، وكان في مطالبات ايضا ان النائب العام ما يبقاش بالتعيين، احنا بنؤيد الرئيس وبنطالب باقاله النائب العام، والنائب العام يجي عن طريق المجلس الاعلى للقضاء، احنا عايزين نطهر البلد، كل القرارات اللي عملها دي صحيحه وتتفق وصحيح القانون، لان هم النهارده في ناس عايزه تخرب البلد من النظام السابق ومن قوى خارجيه، احنا عايزين البلد تستقر، عايزين البلد تستقر، ما بقاش في سرقه، في قوانين، في عداله اجتماعيه، في قانون يطبق، في عهد مبارك النيابه العامه قصرت باوامر من النائب العام، كان العمال والموظفين يساقون الى امن الدوله والى اقسام البوليس، كان العمال والموظفين ياخذون احكام قضائيه ولا تنفذ. شكرا ليك، يعني عايزين نعرف تعليقك يا حاج على قرار رئيس الجمهوريه بعوده انعقاد مجلس الشعب واجراء انتخابات جديده بعد 60 يوم. هو من وضع الدستور قرار الجمهوري يمشي، والرئيس الجمهوريه له حق يمشي، يعني قراره يمشي على طول ويتنفذ، بس احنا عايزين يرخص الحاجات، يعني اللي هي ايه الاسعار والمساكن والقانون الجديد اللي بيعملوه ده بلاش منه، واخد بالك؟ والعيش ايوه، القانون الجديد اللي بيعملوه ده المساكن بلاش منه، يقول لك ادفع 20,000 واطول على سنتين او على 3 سنين، ده كلام فارغ يعني. يقول لك واحد شاب عايز يتجوز ما معهوش فلوس، يقول له انا بسكنك على قانون جديد. يعني عايزين نعرف تعليقك على عوده انعقاد البرلمان بقرار رئاسي واعاده اجراء انتخابات جديده بعد 60 يوم من وضع الدستور. انا شايف ان هو قرار ثوري 100% ولم يخالف المحكمه الدستوريه، هو فقط سحب القرار الاداري للعسكر الذي حل البرلمان بالكامل. عايز ارد على الاخ المحامي اللي كان بيتكلم هنا وكان بيقول ان ده عداء للقضاء وعداء للمحكمه الدستوريه. نحن في ثوره، هو ناسي ان احنا في ثوره وان الثوره فوق القانون وفوق الدستور، وان القوانين دي اللي فصلها سيد قراره الدكتور فتحي سرور، هم فصلوا القوانين اللي بيلعبوا بها الشعب المصري. يعني كان هناك حكم محكمه ويجب احترام يعني احكام القضاء. احكام القضاء، القضاء حكم بحل التلت ولم يحكم بحل المجلس بالكامل، لكن المجلس العسكري اصدر قرار اداري بحل المجلس بالكامل. يعني هو حل التلت، المحكمه حلت التلت، لكن المجلس العسكري حكم بحل المجلس بالكامل. فيعني ده عداء كمان للثوره، يعني نكون ان هو يحله بالكامل. شكرا ليكي، ونعود الى الاستوديوهات لاستكمال التغطيه. إذا مشاهدينا التغطية متواصلة، وهذه متابعة لقرار الرئيس محمد مرسي بعودة البرلمان مرة أخرى. ومعي الآن في الاستوديو الأستاذ محمد العمدة، عضو مجلس الشعب، وكيل لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس الشعب. أهلا بك أستاذ. أهلا وسهلا أستاذ ضحى. كيف تقرأ هذا القرار الذي أصدره الرئيس محمد مرسي منذ قليل؟ والله هو في اعتقادي الشخصي، بسم الله الرحمن الرحيم، في اعتقادي الشخصي أنه القرار صحيح بنسبة 100%، والقرار كان ينتظره الشعب الذي كان متضررا من قرار حل البرلمان، ويرى أن هذا القرار فيه مؤامرة على سلطات الدولة المنتخبة. وهذا طبعا مش كلام من فراغ، وإنما له أسانيده القانونية، لأنه المجلس العسكري أصدر قرارا بحل البرلمان تنفيذا لحكم المحكمة الدستورية. المعروف أن السلطات أو حل سلطة من سلطات الدولة ليس أمرا هينا، ومش امر كده انه في اي لحظه اي شخص ولا اي مسؤول يصدر قرار بحل سلطه من السلطات. طيب انا اسمح لي بالمقاطعه وانقل لك هذا الخبر وللمشاهدين العاجل، ونعرضه الان على الشاشه. مرسي عبر تويتر: مجلس الشعب ينعقد غدا لحين الانتهاء من وضع الدستور. لو نعلق على هذا بدايه. ما هو هذا الخبر يعني تنفيذ لقرار الرئيس بعوده البرلمان. فهنا موضوع حل سلطة من سلطات الدولة، يمكن المحكمة الدستورية تحدثت في حكمها رقم 37 لسنة 90، تحدثت عن أن السلطات الثلاث هي سلطات مستقلة، السلطات الثلاث تقف على قدم المساواة، ليس من حق سلطة أن تقوم بالتعدي على سلطة أخرى، التعامل بينهم لابد أن يكون في حدود القانون وفي حدود اللياقة. وأوضحت المحكمة الدستورية أن الذي يحدد اختصاصات كل سلطة ويحدد بدايتها ويحدد نهايتها هو الدستور، وده كلام واضح وصريح.
الدستور هو الذي ينظم مبدأ الفصل بين السلطات واختصاصات كل سلطة ومتى تبدأ ومتى تنتهي. معنى ذلك أنه ما ينفعش كبرلمان. لكن أعلى محكمة في مصر هي المحكمة الدستورية العليا. نعم. احنا بنتكلم هنا عن القرار، احنا بنتكلم على في حل البرلمان. انا حل سلطة عشان تيجي السلطة التنفيذية تحل السلطة التشريعية المفروض يكون ليها سند دستوري. هنا الاعلان الدستوري جاء خلوا من النص على كيفية حل البرلمان. ما فيش النص اللي كان موجود سنة واحد في دستور 71 انه رئيس الجمهورية يمكن ان يحل البرلمان في حالات الضرورة، وكان مشروط باستفتاء الشعب. ان احنا عندنا هنا ازمة في الموضوع انه المجلس ده منتخب، والسلطة المنتخبة ما يحلهاش الا من منحها هذه السلطة. فلذلك كان النص، البعض يقول ان ده حكم سياسي والبعض يقول ان هذا حكم قضائي. نعم، هو شوفي الموضوع اصلا برضه عشان ياريت تدينا فرصة نوضح للشعب المصري ايه اللي حاصل وايه المؤامرات التي واجهها الرئيس والتي دعته الى اصدار القرار. طيب قبل ان نتحدث عن المؤامرات، كان هناك تصريح للدكتور سعد الكتاتني الاسبوع الماضي قال فيه الأسبوع القادم سيعود مجلس الشعب. لا، هو أنا أعتقد يمكن هو كان بيتكلم مع أحد المذيعين في أحد القنوات اللي هي دائما موضوعاتها مثيرة وشيقة زي ما أنت عارفة، فالتقى بي أعتقد في واجب عزاؤه، فبيقول له يعني تيجي عندنا؟ بيقول له لا إن شاء الله لما نرجع الأسبوع، على أساس أنه في دعوة قضائية منظورة هذا الأسبوع اللي هي الحكم حيصدر فيها غدا. لكن إحنا عندنا قنوات زي ما أنت عارفة كل شيء بتحب تعمل منه قصة، وقصة موجهة ليست قصة عفوية، قصة. نعم. موجهة في اتجاه معين. طيب أنا سأعود إليك ولكن أذهب للدكتور جمال جبريل أستاذ القانون الدستوري. دكتور جمال، أهلا وسهلا. أهلا بحضرتك. يعني ماذا يعني هذا القرار من الناحية السياسية؟ والله من أنا أتكلم من الناحية القانونية مش من الناحية السياسية. فضل. الناحية السياسية المجلس رجع يعني. إنما الناحية القانونية أنا قلت من الأول إن المحكمة الدستورية تجاوزت اختصاصها الدستوري، فبالتالي أنا أتوقع أن يقابل هذا التجاوز بتجاوز. يعني المحكمة حلت قضت ببطلان المجلس بأكمله، وهذا ليس من حقها. فالمجلس النص الدستوري الصادر في 25 سبتمبر 2011 بيقول إن المجلس حينتخب على أساس ثلثين قوائم حزبية مغلقة وثلث بالانتخاب الفردي. ثم فوجئنا بالمحكمة في حيثيات الحكم بتقول وبذلك يكون المجلس بأكمله. والحقيقة إن هذا تجاوز دستوري. المحكمة قد يمكن أن نقبل تلك فيما يعرف برقابة الإغفال، يمكن أن نقبل، إنما الحقيقة التلتين دي ما لا نقبل. وبالتالي رئيس الجمهورية قابل هذا التجاوز بتجاوز دستوري آخر، إنه ضرب عرض الحائط بحكم المحكمة الدستورية دولة. فنحن أمام تجاوزات دستورية منذ بداية، بدأ من رئيس المحكمة الدستورية لما كان رئيس لجنة الانتخابات الرئاسية وتجاوز عن تطبيق نص قانوني، فدخلنا في مرحلة من التجاوزات المتكررة. البعض يرى أننا بصدد انقلاب من الرئيس على العسكري. يعني أعتقد أن المسألة لابد أن يكون فيها نوع من التفاهم. يعني هل تتوقع تفاهم بين الرئيس والمجلس العسكري أم صدام بينهما؟ أعتقد أن في نوع من التفاهم، والمسألة أخذت بما في نص الدستور 23 وهو ما يعرف بفكرة الاستمرار القانوني للمجلس المحلول لحين انتخاب مجلس جديد. ده كان موجود في الدستور 23، وأنا أعتقد أن البعض أشار على الرئيس بفكرة الاستمرار القانوني فأخذ بها، وهي طبعا مش موجودة عندنا في الإعلان الدستوري الموجود دلوقتي. نعم، ولكن هل تعتقد أنه ده سيفتح مجال لمن كان يقول أن هناك صفقات تعقد بين المجلس والإخوان بأن يعني تعليق البرلمان وفقا للقرار لن يكمل مدته الكاملة ولكنه سيحل بعد إعداد الدستور؟ ما هي دي فكرة الاستمرار القانوني. إذا المجلس تم حله يستمر حتى ينتخب مجلس جديد. دي فكرة الاستمرار القانوني التي كانت واردة في دستور 23 بالضبط كده. المجلس يتحل لكن يستمر. الأفضل أن يوجد مجلس منتخب، وخصوصا أن كان انتخابه من محدش طعن أبدا في انتخابه، خير من أن يحدث فراغ تشريعي. لكن طبعا ده مخالف لحكم المحكمة الدستورية. المسألة الحقيقة مرتبكة جدا، والجميع تجاوز الدستور، حتى المحكمة لا فيها من التجاوز. أشكرك شكرا جزيلا دكتور جمال جبريل أستاذ القانون الدستوري، كنت معنا عبر الهاتف، أشكرك جزيل الشكر. أعود إليك. بالنسبة لسؤال حضرتك أنه هل ده حكم قانوني أو قضائي ولا حكم سياسي؟
لا طبعا كان واضح للعيان انه هذا الحكم حكم سياسي من الطراز الاول، والكلام ده يعني تكشف بعد ذلك. يمكن في تقارير منسوبة للمستشارة هاني الجبالي يعني حنسترشد بها لحين ما النيابة تنهي تحقيقاتها في هذا التقرير. لو نظرنا للوقت الذي يعني سرعة الفصل في دعوة حل البرلمان، أنا عندي قضية دعوة المطالبة بعدم دستورية محاكمة المدنيين عسكريا رفعت عام 95، من 95 حتى الآن 17 سنة ولم تخرج من أدراج المحكمة الدستورية حتى الآن، إلى أن قام برلمان الثورة بإلغاء محاكمة المدنيين عسكريا. وفي هذه القضية لا تستكمل أيام وتنزل على وجه السرعة ويتكتب فيها تقرير وتنزل لها جلسة قبل الانتخابات الرئاسية بثلاث أيام. يعني كان أعتقد كان يوم أربع أعتقد، والانتخابات كانت يوم السبت، ويوم الأربع تحدد الجلسة. في العادات اللي زي كده الإدارية العليا والقضاء الإداري والدستورية بتدي أجل للخصوم للإطلاع على التقرير وبتحجز الدعوة الحكم يمكن بعد ثلاث أربع جلسات. أصدرت الحكم في نفس اليوم، وكأنه كان مقصودا أن يحل البرلمان قبل أن ينتخب. نعم. الرئيس. دي حاجة لو رجعتي للأسباب الواردة. لكن هل لديك دليل على أنه هذه مؤامرة؟ شوفي إحنا الأول يعني ربنا سبحانه وتعالى لم يشاهده أحد، ولكن كلنا مؤمنين به، مؤمنين به لأن في القرينة بتعتبر من ضمن الأدلة. أنا بقول لحضرتك سرعة الفصل في القضية، الفصل فيها في يوم واحد قبل انتخابات الرئاسة. تيجي للجزئية أخرى، تجاوز المحكمة لاختصاصها، يعني أصلاً المحكمة الدستورية المفروض أن دورها عدم دستورية نص قانوني وتتوقف، ولذلك كل أحكامها في هذا الصدد المحكمة لما تتحدث عن أثار حكمها بتقول إذا صدر حكم بعدم دستورية نص فإنه يترتب على ذلك عدم الأخذ بالإيه. إذن تجاوزت عدم الدستورية إلى أنها تصدر أمر تنفيذي بحل البرلمان، وهذا لا يجوز لها لأنها محكمة قانون. تمام. وتجاوزت بطلان الثلث ومدته إلى بطلان الثلثين. يعني كان واضح أنه المسألة غير طبيعية بالمرة. طيب أعود إليك في هذه النقطة، ولكن أذهب للدكتور سيف الدين عبد الفتاح أستاذ العلوم السياسية جامعة القاهرة. دكتور سيف. أيوة. رؤيتك لهذا القرار دكتور سيف. أنا في البداية أحب أن أنا أعبر عن تقديري لهذا القرار باعتباري منسق الجبهة الوطنية، وعاوز بس في البداية أتحدث عن هذا البيان الذي أصدرته الجبهة الوطنية بعد اجتماعها الذي دام أكثر من ثلاث ساعات. هذا البيان يتضمن أن الجبهة الوطنية تؤيد القرار الجمهوري رقم 16 لسنة 2012 بإلغاء قرار المجلس الأعلى للقوات المسلحة بحل مجلس الشعب، وتعتبر أن هذا القرار خطوة في الاتجاه الصحيح لاستكمال الثورة وعودة السيادة للشعب المصري وحقه في حكم نفسه بنفسه، وأن تكون كل السلطة للمنتخبين. إن الجبهة تكرر وقتها الاعتراف بالإعلان الدستوري المكمل أو الالتزام به وتعتبره لاغيا كأن لم يكن، كما تؤكد الجبهة على أهمية استكمال تحقيق أهداف الثورة بما فيها إنهاء سلطة المجلس العسكري بأشكالها وإلغاء قرار تشكيل مجلس الدفاع الوطني تشكيل حكومة وحدة وطنية. إننا نؤكد على استعدادنا الحية بالنفس والنفيس في سبيل حصول المصريين على حقهم في حكم نفسهم كاملة. طيب على من الناحية الأخرى دكتور سيف، أيضا الجبهة الحرة للتغيير السلمي نددت بهذا القرار وقالت أو وصفته بأنه انقلاب على دولة القانون وبداية لإرساء دولة الإخوان. لا أبدا، هذا مطلب شعبي وسيرون كيف أنه مطلب شعبي. لا يمكن إطلاقا أن يكون مطالب الشعب هي أن يحكمهم المجلس العسكري بسلطة مختصمة. هذا الأمر إنما يؤكد عودة هذه السلطة إلى راعيها الأساسي والذي يتعلق بأن الشعب هو مصدر السلطات، وأن السلطة المنتخبة من حقها أن تتخذ كل القرارات المعنية التي تحدد هذه السلطات وتؤثر على عملها. ليس للمؤسسة أن تكون فوق القانون بهذا الإعلان أو البرلمان غير الدستوري المكتمل، ولا يمكن بأي حال من الأحوال أن تقوم بأي عمل في هذا المنطقة.
ولكن من وجهة نظر الجبهة الحرة للتغيير السلمي وعلى لسان عصام الشريف المنسق العام للجبهة، قال أن الرئيس يريد هدم المحكمة الدستورية العليا من أجل إرسال دولة الإخوان جميعا، وهؤلاء لم يكونوا إلا مرتمين تحت أقدام العسكر، ومن ثم لا يمكن بأي حال من الأحوال باعتبار آرائهم، وسيرون الشارع كيف يؤيد هذا القرار المهم في تاريخ مصر وفي محاولة أن نبني مستقبل مصر بمؤسساتها الجديدة المنتخبة وليس اغتصابا لسلطة تشريع أو غيره من المجلس العام. ما هو نفس الشارع أيضا دكتور سيف الذي كان يقول أن مجلس الشعب لم يقدم له الكثير، فهل يراهن أعضاء مجلس الشعب الآن على الشعب مرة أخرى بأن يقف وراءهم وراء هذا القرار؟ نحن نؤكد على أن هذه السلطات يمكن أن تكون تمارس في أدائها أداء سيئا، لكن ليس معنى ذلك حل هذه السلطات بجرد قلم من هنا أو من هنا. ومن هنا كان هذا القرار التنفيذي الذي قام به المجلس الأعلى هو قرار لاغي وباطل، وهذا تصحيح لأمر كان يجب أن يؤكد على المعنى الذي يتعلق باستمرارية المؤسسات المنتخبة حتى يمكن انتخاب مؤسسة أخرى بعد 60 يوما من وضع الدستور. نعم، ولكن هناك أيضا رأي يقول أن المحكمة الدستورية العليا هي أعلى محكمة في مصر وكان يجب على الرئيس احترام قراراتها. المحكمة الدستورية تراقب القوانين وليس لها أن تتدخل في عملية التنفيذ، وعملية التنفيذ تتعلق بجملة من المواءمات السياسية حتى لا يحدث أي فرق تشريعي. منذ متى كان المجلس العسكري له الخبرة في عمل التشريعات؟ منذ متى يمكن أن يكون لهؤلاء الجنرالات سلطة في تأسيس هذه التشريعات أو الحديث عنها؟ لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يقبل أن سلطة التشريع تكون من نصيب العسكري، لأن ذلك تعطيلا لمسار الدولة ومسار تأسيس نهضة الثورة ومسار استمرارية مستقبل مصر بمؤسساتها المنتخبة. دكتور سيف، يعني الآن في ظل وجود رئيس منتخب للبلاد، هل تتوقع أن يقبل المجلس العسكري بهذا القرار الذي أصدره الرئيس، أم أنك تتوقع صداما بين الرئيس والمجلس؟ والله نحن وراء الرئيس طالما هو السلطة المنتخبة، ونحن نؤكد أننا وراء كل سلطة منتخبة. المجلس العسكري انتهى أوانه وانتهى زمنه، ويجب أن يكون مؤسسة من المؤسسات، لا مؤسسة فوق الدستور، لا مؤسسة فوق القانون، لا مؤسسة فوق الشعب والوطن. هذه مسألة لا يمكن إطلاقا قبولها من أي مؤسسة. كل المؤسسات ملك لهذا الشعب، ولا يمكن لأي مؤسسة أن تقول أنها فوق الشعب أو فوق إرادته. إذن كيف تتوقع أو يعني ماذا تتوقع من جانب المجلس العسكري، يعني ردة فعله كيف ستكون؟ والله المجلس العسكري يجب أن يعود إلى سكناته ويقوم بمهامه الأساسية والتأسيسية فيما نصت عليه التكاتيب المختلفة والتي تؤكد على قيام الجيش بحماية الأمن القومي وحدود مصر. أشكرك شكرا جزيلا دكتور سيف الدين عبد الفتاح أستاذ العلوم السياسية جامعة القاهرة، كنت معنا عبر الهاتف. أشكرك جزيل الشكر وأعود إليك أستاذ محمد. نعم. للتعليق. هو طبعا كلام الدكتور في محله، بس احنا عايزين الشعب يعرف ماذا كان يريد المجلس الاعلى للقوات المسلحه. على فكره انا كنت تقدمت ببلاغ للنائب العام ضد كامل اعضاء المجلس العسكري، وطلبت يعني اتخاذ الاجراءات والتحقيق في قضايا، اولا في قضيه منصوص عليها في قانون الاحكام العسكريه، جريمه اسمها خروج عن طاعه الرئيس، في جريمه اخرى اسمها جريمه المساس بوحده البلاد، وفي جريمة اسمها المساس بالنظام الدستوري للدولة. وأسست هذه المطالبة على أنه المجلس العسكري، أستاذ ضحى عشان بس خليك معايا، ماذا يريد المجلس العسكري؟ المجلس العسكري في غفلة من الزمن لما عمل الإعلان الدستوري واستفتى الشعب على 8 مواد وبعدين أضاف لها بعض المواد من دستور 71 فأصبح 63 مادة، في شيء ما لاحظوش الشعب انه من بين المواد التي تم حذفها تم حذف المادة التي كانت تنص المادة 150 على ان رئيس الجمهورية هو القائد الاعلى للقوات المسلحة وهو الذي يعلن حالة الحرب بعد استفتاء او بعد اخذ رأي او موافقة مجلس الشعب. ده حذف لم يضاف، خلي بالك، يعني التخطيط اذا من بداية ما المجلس العسكري امسك بزمام السلطة
وإدارة شؤون البلاد ولديه هذه النواة التي تتحدث عنها، شال هذه المادة ومن ثم لم يعد رئيس الجمهورية هو القائد لعلى القوات المسلحة. دعني فقط أضع خط تحت كلمة هذه النوايا التي أتحدث عنها. نعم. أنت تتحدث الآن في النوايا. في لا مش في نوايا، ده قرارات صدرت. أنا بكلمك في يعني أولا حذف المادة 150 ده قرار شال المادة أنه رئيس الجمهورية هو القائد لعلى القوات المسلحة. خلاص أصبح رئيس الجمهورية ليس القائد لعلى القوات المسلحة. جه بعدها وهو بيعمل إيه؟ هو بيحاكي نظام المؤسسة العسكرية في تركيا. هو عايز يخلي ان المؤسسة العسكرية في مصر لا تخضع لأي سلطة داخل الدولة وفي نفس الوقت تتحكم في الدولة من خلال مجلس الدفاع الوطني. القرار اللي بعد ما رفع قيادة رئيس الجمهورية للمجلس الأعلى للقوات المسلحة راح عمل شكل مجلس الدفاع الوطني المنصوص عليه في الإعلان الدستوري، رغم انه منصوص عليه انه يشكل بقانون، ورغم ذلك اصدروا قرار قبل انتخاب الرئيس بأيام وشكلوا المجلس. المجلس شكلوه من ايه؟ شكلوه من 11 شخصية عسكرية وست شخصيات مدنية منها رئيس الجمهورية، وخلوا النصاب الصحيح للانعقاد 51% والنصاب الصحيح للتصويت 51%. معنى ذلك انه الرئيس والخمس وزراء اللي معاه لا يستطيعوا ان يقدموا ولا يأخروا، لا يستطيعوا ان يصدروا قرار ولا يستطيعوا ان هم يمنعوا قرار المجلس العسكري، بل لا يستطيعوا ان يعقدوا جلسة صحيحة بدون ما ينعقد حد معهم مجلس عسكري. الخطوة الثالثة معلش عشان اكتمل المشهد، بعد ما عملوا ده بقى اللي هو الوسيله الاخرى، يعني هو الاول اخرجوا نفسهم من القياده، الجزئيه الثانيه عمل مجلس عسكري، الجزئيه الثالثه اصدر الاعلان الدستوري اللي احنا امامه. عمل ايه في الاعلان الدستوري؟ منع رئيس الجمهوريه من اي سلطه على المجلس الاعلى للقوات المسلحه، وخلى نص على ان المجلس الحالي بقياده المشير هو الذي يختص بكل شؤون القوات. اذا اصبحت اليوم المؤسسه العسكريه على ضوء هذه الاجراءات اصبحت خارج اي سلطه. اعود اليك لاستكمال النقطه، ولكن من وجهه نظر اخرى هناك تصريحات على لسان الاستاذ يحيى قدري المستشار القانوني للفريق احمد شفيق، قال فيها ان الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهوريه بهذا القرار بعوده مجلس الشعب يعني مخالف لكل الاعراف وانتهاك لدوله القانون، وهو معنا الان على الهاتف. سياده المستشار اهلا بك. اهلا بيك يا فندم. اهلا بيك. أنت استمعت معي لما قاله الأستاذ محمد عمدة وأيضا المداخلات السابقة التي تقول بأن هذا القرار من جانب الرئيس هو قرار سليم تماما، لأن القرار في بدايته بحل المجلس جاء من المجلس العسكري. السؤال بيطرح نفسه يا فندم، القرار بإعادة مجلس الشعب لا يتعلق بقرار المجلس العسكري وإنما يتعلق بما قضت به المحكمة الدستورية العليا، وعندما تقضي المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية نص في القانون بيترتب عليه انعدام أثر هذا النص، ومن ثم المجلس العسكري لم يفعل شيئا سوى أنه اتخذ الإجراء لقد انحل المجلس بقرار المحكمة الدستورية، وقيام السيد رئيس الجمهورية بإلغاء حكم المحكمة الدستورية هو قرار غير مشروع. وانتوا دلوقتي بتعملوا مشروع دستور، من الذي سوف يحمي احكام هذا الدستور؟ هل يستطيع رئيس الجمهوريه الغاء اي حكم اي نص من نصوص هذا الدستور؟ هل يستطيع رئيس الجمهوريه ان يلغي احكام المحكمه الدستوريه العليا التي تحافظ على هذا الدستور؟ هو دي المشكله. هذا المجلس عند عودته سوف يكون قد اكتسب عدم المشروعية لأنه قد خالف حكم المحكمة الدستورية العليا، مش قرار المجلس العسكري كما بيقال. يا فندم القضية تتعلق بالمحكمة الدستورية وليس بمؤسسة أو لكن حتى المحكمة الدستورية العليا سيادة المستشار كانت تتحدث عن يعني شق وفقره في القانون الذي اجريت على اساسه الانتخابات. طيب للاسف يبدو اننا فقدنا الاتصال بالمستشار القانوني للفريق احمد شفيق الاستاذ يحيى قدري، ارجو ان تعود الاتصال بنا اذا سمحت. واعود اليك استاذ محمد للتعليق على هذا الكلام. بس في تعقيب بسيط على كلامه، ان الرئيس وقرار الرئيس لم يتعرض لحكم المحكمه الدستوريه، بل حكم المحكمه الدستوريه اصلا قضى بعدم دستورية الفقرات المتعلقة بترشح الحزبيين على المقاعد الفردية. يجعل وجهة النظر الأخرى تقول أنه هذا المجلس من أساسه كان باطل. لا ما هو ما في حاجة، ما هو أصل التجاوز لم يكن في قرار المجلس العسكري فقط، هو نفسه حكم المحكمة الدستورية فيه تجاوزات لا أول لها ولا آخر. أولا هي لا تصدر المحكمة لا تصدر أحكام تنفيذ، بمعنى إلزام فلان أن يؤدي الفلان أو إلزام بإزالة عقار أو ما شابه ذلك،
دي مش محكمة نزاعات، دي محكمة قانون. هل النص ده يطابق الدستور ولا لا؟ هي اختصاصها، والذي لم تخرج عنه من 69 حتى الآن إلا في هذا الحكم الشاذ أنها بتقضي بعدم دستورية فقرات وتتوقف عند هذا الحد. فالمحكمة تجاوزت حين ذكرت في الحيثيات، ولأنه يعلم أنه مش من حقه يصدر هذا الحكم ما ذكرهوش في المنطوق، ما ذكرش في المنطوق حل البرلمان، ذكره في الحيثيات لأنه عارف أنه مش من اختصاصه. وبعدين هو كان أخره برضو لو عايز يتكلم على أنه الانتخابات في مجملها باطلة وعايز يقول أنه المجلس باطل، بيقول أنه المجلس في بطل في كامل تكوينه باطل، زي ما قالت المحكمة الدستورية في الحكم رقم 90 سنة 90 وحكم حكم سنة 87، قالت إن المجلس يكون بذلك في تكوينه باطلا، وتركت أمر الحل لمن له الاختصاص. فالمحكمة الدستورية تجاوزت، والحكم لا يتضمن حل البرلمان، إنما نحن أمام قرار رئيس المجلس الأعلى بالغلط. تمام، بهذه العبارة أذهب مرة أخرى للمستشار يحيى قدري، ويبدو أنه عاد معنا مرة أخرى على الاتصال. أستاذ يحيى، مرة أخرى هناك عطل أو فقدنا الاتصال مرة أخرى. لو سمحتي لي بس أنا عايز أكمل فكرة المؤامرة وماذا يريد المجلس الأعلى للقوات المسلحة، لأنه مرتبط جدا بما يحدث وبقرار الرئيس. أنا يعني لن نستطيع أن نتحدث في مؤامرة بدون أدلة وبدون أن يكون هناك طرف ثاني يدافع عن نفسه في هذه الأدلة. بلاش نسميها مؤامرة، عايزين نستقرأ ما هي ماذا يريد أن يحقق المجلس العسكري. احنا قلنا انه ألغى قيادة الرئيس للمجلس. خليني بس اعود يعني علق لي على ما قاله المستشار يحيى قدري. نعم، هو طرح وجهة نظر ايضا واضحة جدا، انه كيف للرئيس اذا ان يحمي مواد الدستور اذا كان هو نفسه يعني لا ينفذ احكام المحكمة الدستورية. يا سيدتي، الحكم لا يتضمن حل البرلمان، لاني اصلا لا تملك المحكمة الدستورية حل سلطة اخرى. هل من المتصور في امور بالعقل المجرد مش بالقانون ممكن ان احنا، هل من المتصور ان مجلس الشعب يصدر قانون بالغاء السلطه القضائيه وغلق المحاكم؟ يعني منطقيا انا بتحدث عن المثال الذي هل نحن امامه. هل يمكن ان مجلس الشعب يصدر قانون بالغاء مؤسسه الرئاسه؟ ففي شيء يدركه الانسان بعقليته المجرده وليس بالقانون. لكن المحكمه لا تملك تختص فيه، وهو القانون الذي اجريت على نعم اساسه الانتخابات. هي اصدر، هو اللي بيحصل ايه في احكام المحكمه الدستوريه طوال تاريخها. انا المحكمه بتقضي بعدم دستوريه فقرات معينه، القضية أساسا بتكون محالة لها من محكمة أخرى، يعني القضية دي محالة لها من المحكمة الإدارية العليا. واحد اترشح على المقاعد الفردية وهو مستقل، اللي فازوا ودخلوا الإعادة واحد من الحرية والعدالة واحد من نور، طعن على الفقرات التي تسمح للحزبين بالترشح على المقاعد الفردية. فهنا اتحالت القضية للمحكمة الدستورية. اللي بيحصل عملا في مثل هذه الحالات بعد أن قضت المحكمة بعدم دستورية الفقرات المتعلقة بترشح الحزبين على المقاعد الفردية، بتعيد الدعوة إلى المحكمة التي تنظر النزاع لتفصل فيها في حدود الأطراف المتنازعة. لم يصدر حكم واحد من 69 حتى الآن إنه بيحل سلطة ولا بيزيل عقار ولا بيلزم بتنفيذ التزام عيني ولا التزام مالي، ما حصلش هذا الكلام إلا في هذا الحكم. إن حكم يترتب عليه من المحكمة الدستورية يترتب عليه أمر تنفيذي على الأرض سابقة لم تشهدها المحكمة الدستورية، وإذا كان عندهم حكم خليهم يخرجوا هذا الحكم. فما ولذلك عشان هو عارف انه لا يملك هذه الجزئيه حطها في النص في الحيثيات من جوه. اذا الحكم لم يتضمن حل البرلمان، ولا يمكن ان يقال انه الرئيس لا يحترم حكم القضاء، لان الرئيس تصدى لقرار المجلس العسكري بحل البرلمان. انت على اي اساس بتصدر هذا القرار؟ اولا الحكم الدستوريه ما فيهوش نص على حل البرلمان، ما يرد في الحيثيات اللي له حجيه في باب اسمه باب حجيه الاحكام القضائيه، لما تقرأ فيه في قانون مرافعات الذي له حجية في الحكم هو ما يرتبط في حيثياته بالمنطوق، فالمنطوق متعلق بالترشح الحزبين على الفردي، ماليش دعوة بقى. هو أصلا تجاوز حين تعرض للقضاء بعدم دستورية الثلثين، وبعدين أبطلوا بإيه؟ يعني أبطلوا بطريقة في منتهى الغرابة، قال إن والله لولا مزاحمة الحزبيين للمستقلين في النظام الفردي كانت الأحزاب حتعيد النظر في قوائمها. مالك أنت ومال الأحزاب تعيد النظر في قوائمها؟ مالك أنت ومال مصلحة الأحزاب؟ أنت بتتكلم في مصلحة الدعوة والمدعي ولا بتدور على مصلحة الأحزاب؟ ثم إذا كنت أنت بتدور على مصلحة الأحزاب يبقى تحل البرلمان كله وتسقط القوائم الحزبية على القوائم الفردية؟ لو سمحتي لي أستاذة ضحى عايز أوضح لك ماذا يريد المجلس العسكري، لأن ده اللغز الكبير اللي بيفسر لنا قرار الرئيس. المجلس العسكري بعد أن ألغى رئاسة رئيس الجمهورية كقائد أعلى للبلاد، وبعد ما شكل مجلس الدفاع الوطني بأغلبية عسكرية، وبعد ما أصدر الإعلان الدستوري اللي خلى الرئيس لا صلة له بالمؤسسة العسكرية، كان عامل إيه؟ بس عشان نستقرئ الموقف، عامل إيه في الإعلان الدستوري؟ حاطط بند
انه لو الجمعيه التاسيسيه الحاليه لم تستطيع القيام بعملها يبقى المجلس العسكري هيشكل ايه جمعيه تاسيسيه. ومش بس كده ده مش حافز لاعضاء الجمعيه التاسيسيه بس ان هم ينجزوا في الجمعيه التاسيسيه. ماشي دي جزئيه اخرى بس انا بس عايز اوصل بيك لنقطه معينه. حاطط البند ده ان هو يشكل الجمعيه. البند اللي وراه انه لو فرض انه المجلس العسكري اعترض على نص من النصوص وبلغ للجمعيه اعتراضه عليها الجمعيه اللي هو هيشكلها بقى، لو الجمعيه ما التزمتش بكلامه يحيل الامر للمحكمه الدستوريه، وده يطرح علامات الاستفهام يعني ايه مدى ثقتهم في المحكمه الدستوريه حتى لما هيختلفوا مع الجمعيه التاسيسيه محولينها للمحكمه الدستوريه، علامات استفهام ولكن ده حاجه. معنى كده ايه؟ معنى كده ان ما تحدثت عنه المستشاره تهاني الجبالي وما هو منسوب اليها واللي نشر في نيويورك تايمز وانا ترجمته وعملت بيه بلاغ للنائب العام، ما نشر عن وجود انه القضاء ساعد العسكر في احكام قبضتهم على السلطه يبقى ده محل بحث فعلا. لما تقول ان هي نصحت المجلس العسكري من البدايه ما يعملش الانتخابات عشان هتجيب تيار اسلامي، وانه بعد ما اتعملت الانتخابات اولا رجعوا بدات علاقتها معاهم من شهر 5 وانتهوا ان هم يصححوا هذا الخطا من خلال حكم المحكمه الدستوريه. اذا الرئيس يواجه مؤامره، الرئيس يعني امسك بزمام الحكم فوجد مؤامره، وجد مجلس اعلى القوات المسلحه يريد ان يجرد الرئيس من كل صلاحياته. طيب هناك على الطرف الاخر ووجد قضاء متعاون مع المجلس العسكري في تحقيق اهدافه، ان هو اللي شكل الدستور ويجعل المؤسسه العسكريه شانها شان المؤسسه العسكريه في تركيا لا تخضع لاي قياده في مصر، وده لن يكون، ونحن مع الرئيس في هذه المعركه. يعني نحن مع الرئيس، كل من انتخب الرئيس هو وراء مطالب الثوره، ونحن مع الرئيس. انت كعضو في البرلمان هل تخشى من ردود الفعل في الايام المقبله؟ يعني مثلا من الجبهه الحره للتغيير السلمي هم قرروا ان سيكون هناك مليونيه او سيجهزوا لمليونيه امام قصر الاتحاديه الرئاسيه بمصر الجديده لرفض ذلك القرار شكلا وموضوعا والمطالبه باحترام احكام القضاء. شوفي حضرتك، احنا زي ما وضحنا ان الامر لا يتعلق بحكم القضاء لان حكم القضاء ده اصلا غير واضح، لكن حتى هذا الموضوع يعني المستشارون منقسمون حوله. نعم ما فيش مشاكل، بس احنا المساله غير متعلقه بالحكم، المسألة متعلقة هل المجلس العسكري أو أي سلطة أخرى تملك حل سلطة منتخبة في ظل غياب نص في الإعلان الدستوري؟ الأغلبية في المجلس لما أرادت سحب الثقة من الحكومة ماذا حدث؟ وبماذا تمسك المجلس العسكري؟ تمسك المجلس العسكري أنه لا يوجد نص في الإعلان الدستوري يعطي البرلمان حق سحب الثقة، وفي أي قرار إداري ليه أركان، 5 أركان من بين هذه الأركان ركن الاختصاص. أي مسؤول في الدولة يجي يطلع قرار لازم نتكلم عن ركن الاختصاص، هل لك صلاحية إصدار القرار وفقا للدستور والقانون ولا مالكش؟ في نص يعطيك الحق في إصدار قرار ولا ما فيش؟ الإعلان الدستوري كما خلا من نص يعطي البرلمان حق سحب الثقة من الحكومة وتم منع البرلمان من سحب الثقة، أيضا الإعلان الدستوري جاء خلوا من نص ينظم مسألة حل البرلمان، فهنا هنضطر نوقف. ليه هنضطر نوقف؟ لأن البرلمان ده اللي جابه الشعب، اللي جابه الشعب اللي يجيبه 30 مليون، ازاي يمشي مثلا المشير طنطاوي؟ ازاي يمشي المستشار فاروق سلطان؟ ازاي نتخيل ان مجلس جابه 30 مليون يمشي فرد عشان يحقق هو مصلحه معينه انه يشكل الدستور على هواه ويخلي المؤسسه العسكريه زي تركيا لا تخضع لاي سلطه وتتحكم هي في الدوله من خلال مجلس الدفاع الوطني؟ ازاي اللي جابه الشعب يمشي واحد باجراءات يريد ان يحقق من خلالها مصالحه الخاصه؟ وجهه النظر الاخرى، حتى اوضح فقط وجهه النظر الاخرى، يعني هناك بعيدا بقى عن كل هذا الكلام يرى انه قرار صادر من المحكمه الدستوريه العليا كان يجب على الرئيس ان يحترمه. هذا الكلام غير صحيح، هذا الكلام غير صحيح. وأن هذه المحكمة هي أعلى محكمة في مصر. الحجية يا سيدتي، الحجية في الأحكام للمنطوق وما ارتبط بها من حيثيات ارتباطا وثيقا لا يقبل التجزئة، هي العملية مش قانون. المنطوق هو اللي أنا ملتزم به، المنطوق لم يقضي بحل البرلمان ولا يملك أن يقضي بحل البرلمان، المنطوق حكم بعدم دستورية نصوص وكان المفروض مش يروح للتنفيذ للمجلس العسكري، كان المفروض يروح للدعوة المرفوعة من المواطن أنور صبح درويش. لولا التواضع ولولا تغيير خط سير المحكمة الدستورية كلها، قضية بدل ما تعاد للإدارية العليا راح للمجلس العسكري عشان يغلق البرلمان. فالحكم لم يتضمن حلا للبرلمان، وقرار المجلس العسكري جاء متجاوزا لاختصاصه، وقرار الرئيس في محله 100%. طيب هناك أيضا وجهة نظر أخرى تقول أنه بهذا القرار الرئيس محمد مرسي كان أو يخل باليمين الدستورية التي حلف أمام المحكمة الدستورية العليا. هو حلف يمينا على أن يراعي مصالح الشعب،
هذا الشعب قام بثورة بعد كام؟ بقى مش 30 سنة 60 سنة. قال وأن أحترم القانون والدستور. نعم نعم، وأن يحترم القانون والدستور، والقانون والدستور بحر واسع ومحل اجتهاد ومحل خلاف، وفي مؤامرات بتتعمل من خلال نصوص قانونية. هو في النهاية احترامه للقانون يهدف لتحقيق الصالح العام للشعب. هذا الشعب قام بثورة بعد 60 سنة. 60 سنة لا مؤاخذة. تفضل. ستين سنة فيها محاكمات عسكرية المدنية، ستين سنة فيها قانون طوارئ، وفيها اعتقالات بدون أحكام مفتوحة بتصل لعشرين سنة، ستين سنة من الفساد ونهب المال العام، حتى أصبح معظم الشعب المصري بيتسول في الشوارع. إذن أنت لا ترى من وجهة نظرك إخلال باليمين الدستوري التي حلفها المحكمة الدستورية؟ الرئيس بيمنع بهذا القرار. اللي حصل في هذا القرار إن في ناس عايزة تمشي السلطة التشريعية عشان يرجعوا هم يشكلوا الجمعية التأسيسية ويضعوا الدستور على هواهم، ويضعوا للمجلس العسكري السلطة اللي هم عايزين يضعوها والمصالح اللي عايزين يحققوها. الرئيس بيمنع التعدي على الشعب. انتوا هتلفوا علينا بعد 60 سنة، خنكتونا وطبقتوا على صدور الشعب، وبعد 60 سنة أفلستوا الشعب ووصلتوا بيه إلى مرحلة الفقر، هترجعوا تلفوا علينا تاني وتقول لي إعلان دستوري، وتقول لي حكم محكمة دستورية يصدر قبل انتخاب الرئيس بيومين، وعايز الرئيس يتوقف ولا يحمي الشعب؟ الرئيس بيحمي الشعب المصري بهذا القرار، بيحمي الشعب المصري من مؤامرة المؤسسة العسكرية. نعم، اللي كشفت نعم عنها المستشارة تهاني الجبالي في صحيفة نعم نيويورك تايمز. نعم، هذا الخبر العاجل أتانا الآن أن المجلس العسكري سيعقد اجتماعا طارئا لبحث قرار الرئيس محمد مرسي بعودة البرلمان. مرة أخرى الخبر العاجل، المجلس العسكري يعقد اجتماعا طارئا لبحث قرار عودة البرلمان للانعقاد مرة أخرى. تعليقك. تعليق على هذا الكلام، أريد أن أقول للمجلس الأعلى للقوات المسلحة، أنتوا حكمتوا مصر من سنة 52 حتى الآن، حكمتوا مصر لمدة 60 سنة، الستين سنة الشعب تعب ووصل إلى أقصى درجات التعب والمعاناة، ووصل إلى أقصى درجات الفقر والموازنة، ووصل الدين المحلي إلى الناتج المحلي إلى ما يزيد عن 90%. ما الذي يمكن أن يسفر عنه هذا الاجتماع؟ في ظل هذه الظروف أنا أقول للمجلس العسكري أنه رئيس الجمهورية تولى وله صلاحيات، ورئيس الجمهورية من حقه أن يصدر هذا القرار، أن يصدر قرار بإلغاء قرار المجلس العسكري بحل البرلمان. لا بد على المؤسسة العسكرية أن تحترم قرار رئيس الجمهورية، ولا بد على المؤسسة العسكرية أن ترحم الشعب المصري. طيب مش طيب تديله 60 سنة معاناة وترجع تلف عليه تاني. طيب هذه رسالتك للمجلس العسكري، ولكن العسكري احترام قرار الرئيس. المجلس العسكري سيعقد اجتماعا طارئا اليوم لبحث هذا القرار من جانب الرئيس بعودة البرلمان مرة أخرى، هل هذا بداية صدام؟ أنا لا أعتقد أنه بداية صدام، أنا أعتقد أنه المجلس العسكري حين يبحث الأمر، لا هذا قرار صحيح 100%، ومن حق الرئيس أن يصدر هذا القرار، والرئيس بيعيد مؤسسة منتخبة، لا يحق لأي حد أن يحل برلمان منتخب من 30 مليون مواطن. فإحنا بنقول للمجلس العسكري اجعلوا مصلحة الشعب المصري نصب عيونكم، مش عايزين بقى ندور المؤسسة العسكرية ايه مكاسبها، ولا الرئيس ما يرأسهاش، ولا هي اللي تدير البلد من مجلس الدفاع الوطني، ولا الموازنة بتاعتها هي اللي تنظرها، ولا التشريعات بتاعتها هي اللي تنظرها. دعكم من مصالح المؤسسة العسكرية اللي اهتميتوا بيها لمدة 60 سنة لغاية ما احنا تعلقنا على حبل المشرنة. أعود إليك مرة أخرى، أذهب إلى الدكتور محمد مرغني أستاذ القانون الدستوري جامعة عين شمس. دكتور محمد. أيوة. يعني ما بين من يقول بأن هذا القرار من جانب الرئيس لا أساس له، وما بين من يقول أنه من حق الرئيس أن يصدر هذا القرار، ما رأيك أنت في القرار الذي أصدره الرئيس بعودة البرلمان بعودة انعقاد البرلمان مرة أخرى؟ يعني القرار اتخذ من رئيس الجمهورية لا يمكن القول بأنه لا أساس له، فهو صادر عند شخص مختص رئيس الدولة، ولكن المشكلة جايز يكون مشكوك في مشروعيته. كيف؟ وهذا الموضوع ينبغي أن يعالج بهدوء، إنما دون تشنج ودون عنف، لأن أنا أخشى إذا يعني شدت الأمور أكثر من ذلك إنه مسألة تؤدي إلى حرب أهلية، ولا قدر الله إحنا يعني مصر لا تحتمل مثل هذه الحرب الأهلية. كيف يمكن لهذا القرار دكتور محمد أن يؤدي إلى حرب أهلية؟ أخشى أموت، أخشى يؤدي إلى حرب أهلية. هل الرئيس الحق في إصدار هذا القرار أم لا من وجهة نظرك؟ على الجميع أن يلتزم بالهدوء ويعني ضبط الأعصاب، لأنه ولا بد أن يؤالج بطريقة هادئة
وانا كنت سامع من كان يعلق قبلي على حكايه القوات المسلحه، لان القوات المسلحه لا شان لها تكون بعيده عن الصراع بين السلطات السياسيه والقوى السياسيه. كيف المجلس العسكري لا شان له؟ هو الذي اصدر القرار بحل البرلمان. لا معلش، هو كان بينفذ طلبات كان في وقت كان فيها عنده سلطه، انما الان بعد انتخاب رئيس الجمهوريه خلاص لم يعد له اختصاص في هذا الموضوع. وبالتالي انت ترى هذا القرار من جانب الرئيس هو قرار سليم من الناحيه القانونيه؟ يعني اسمحيلي اقول بصراحه، بقول قرار مشكوك في مشروعيته. يعني وضح لي اكثر، يعني ايه مشكوك في صلاح في فرق بين مشروع صدر. يعني بقول مشكوك في مشروعيته، في مشروعيته في علم القانون القرار باطل، ولكن لا استطيع ان اقول القرار منعدم. في فرق بين منعدم وباطل، فقد يكون باطلا وقد يكون صحيحا ايضا. طب حتى نبسط للناس، يعني حتى نبسط للناس، هذا القرار انت تقول مشكوك في مشروعيته، وبالتالي ماذا سيترتب عليها؟ وبالتالي قد يكون صحيحا وقد يكون باطلا. الفرق بين الصحيح والباطل مساله معالجه هادئه دون تشنج ودون الشده من اي طرف. طب كيف يكون هناك حل وسط ما بين ما هو صحيح وما بين ما هو باطل يا دكتور محمد؟ هو تعالي الموضوع بهدوء. ازاي؟ وفي رايي الشخصي في جهه لم نسالها، انا في رايي لابد من العوده الى الجمعيه العموميه لخصوصيه التشبيه. في جهه لم نسالها وهي مره اخرى لم اسمعك بشكل واضح. يعني أعود يعني في ثوره 23 يوليو 52 كان في كل يعني كل ما تعيد مشكله يعود الى مجلس الدوله، وكان السنهوري وسليم الحافظ. فاحنا هنا الان طبعا في جمعيه عموميه لخصوصيه الفتوى والتشريع، ودي بتتكون من ما يقرب من 30 مستشار من اعلى مستويات الراي، فيقدروا يجدوا حل لهذه الازمه اللي احنا فيها. اشكرك شكرا جزيلا دكتور محمد مرغني، استاذ القانون الدستوري جامعه عين شمس. اشكرك جزيلا الشكر، كنت معنا عبر الهاتف. اعود اليك استاذ محمد. نعم. مشكوك في شرعيته بالنسبه لل لا، هو قرار صادر من رئيس الدوله وهو صاحب اختصاص، لان هو ده يعني استاذ قانون دستوري اللي كان بيتكلم. معلش ماشي، ما احنا ما اختلفناش، هو له راي واحنا بنوضح راينا. ده رئيس الجمهوريه وقرار واختص باصداره، لانه قرار المجلس العسكري لم يكن قرارا صحيحا، ويفتقد اصلا للباعث المشروع من وراء القرار. فالرئيس صحح هذا الوضع واصدر قرارا بعد بسحب هذا القرار وعوده البرلمان. بس انا بتكلم على اخواننا اللي بيتحدثوا وانه هذا الكلام ليس فيه احترام للقانون والى اخره. انا بس مش عارف هذه الاصوات كانت فين لما صدر قرار المجلس العسكري بحل برلمان منتخب من 30 مليون مواطن. يعني ما شفناش حد انشغل بالمعاناه اللي عاناها ال 30 مليون مواطن عشان ينتخبوا هذا المجلس. ما شفناش حد اتكلم على المبالغ الضخمة التي انفقت لاجراء الانتخابات، وان انا امام دولة الاحتياطي بتاعها بيستنزف والموازنة بتاعتها فيها عجز ضخم. يعني اخواننا اللي طالعين بكل قوة وبكل شراسة يتحدثوا عن قانون واحترام القانون، ما شفناهمش ولا سمعنا صوتهم خالص لما تعدى المجلس العسكري على البرلمان وقبل انتخابات الرئاسة يعني بيومين او بثلاثة من خلال حكم المحكمة الدستورية. فاحنا هنا المشهد مقروء جيدا، والمجلس الاعلى يعني كما في البلاغ اللي انا قدمته بخصوص المستشاره تهاني الجبالي، ان هو اصلا لم يكن في نيه المجلس العسكري ان يسلم السلطه قبل وضع الدستور، لانه كان يريد اولا مكاسبه او ما يريده لنفسه من مزايا عايز يضمنها. دي اول جزئيه. الجزئيه الثانيه عايز يشوف هو هيسلم السلطه لمين. ولذلك بعد حديث طويل وبعد ان تحدثت عن ان علاقتها بالمجلس العسكري بدات بعد شهر 5، انه هي في النهايه وفي مليونيه عملت من اخواننا الليبراليين والعلمانيين، وقالت انه اثرت على المجلس العسكري، وفهم انه مش بس الاخوان المسلمين الموجودين في مصر. على ضوء ذلك راجعوا موقفهم من جديد، وعلى ضوء ذلك اصدروا ايه، على ضوء ذلك استعانوا بالمحكمه الدستوريه التي اصدرت لهم هذا الحكم لتعيد اليهم السلطه من جديد، بحيث تضمن لهم المزايا اللي عايزين يحققوها في الدستور، وده كان واضح في الاعلان الدستوري. فهذا الموضوع مكشوف. ماذا يريد المجلس العسكري من الإجراءات اللي اتخذت من حكم المحكمة الدستورية ومن قرار المجلس العسكري بحل البرلمان ومن الإعلان الدستوري؟ كل ده مقروء، ده التفاف وانقضاض على الثورة المصرية للقضاء عليها. أنا اليوم كمواطن مصري في قمة السعادة من قرار رئيس الجمهورية، لأنه تعامل مع هذه المؤامرة وأراد أن يؤيدها، لأنهم بيعملوا إجراءات حاليا لحل هذه الجمعية.
يعني هم الاستكمال المخطط اللي بنتكلم عنه بيعملوا اجراءات لوعد وقتل الجمعية التأسيسية الحالية عشان يصدروا قرار بتشكيل جمعية تأسيسية ويديروا معركة الدستور على هواهم. هو اوقف عليهم الطريق وقطع عليهم الطريق. نحن نؤيد هذا القرار الذي احترم 30 مليون مواطن اللي جابوا هذا المجلس. نحن نؤيد هذا القرار الذي يغلق الطريق على المؤسسة العسكرية اللي استعبدتنا واحتلتنا 60 سنة. نحن في احتلال. المجلس العسكري يحتل مصر من 60 سنة، من الرئيس محمد نجيب للرئيس عبد الناصر للرئيس السادات للرئيس مبارك، ولسه عايزين تعملوا خطط تاني وعايزين تعملوا إعلانات تاني وتقعد على صدور الناس 60 سنة تاني؟ لن يكون. ونحن خلف رئيس الجمهورية عايزين يعملوا صدام، مرحبا بالصدام ومرحبا ان احنا كلنا نموت، لا هنتصدى اليوم وكل المخطط حيوقف. نحن خلف رئيس الجمهورية في كل ما فعله. لكن هل تتوقع فعلا صدام؟ والله ان حدث صدام نحن مع الصدام. احنا مصر لازم تتعب شوية حتى تستريح. احنا لن نخرج من سطوة وقبض قبضة المجلس العسكري بسهولة، لن يتركونا بسهولة. دي مأساة المؤسسات العسكرية في الدول النامية. يعني الدول المتقدمة خلاص المؤسسة العسكرية رسم لها دور وأصبحت بتقوم بدورها في هذا الدور وخلاص. لكن الدول النامية اللي زينا وزي تركيا من فترة بسيطة والدول العربية، المؤسسات العسكرية للأسف بتغريها السلطة، بتغريها المدرعات، بتغريها الطيارات، بتغريها الأسلعة وتخليها تسعى إلى أن تتسيد فوق الشعب. ده اللي بيحصل عملا وده اللي حاصل معانا. المؤسسة العسكرية مش عايزة تسيبني. يعني المؤسسة العسكرية بعد 60 سنة من حكم رؤساء ينتمون للمؤسسة العسكرية مش عايزين يسيبونا. وعملوا المحاولة دي لو تتذكري في وثيقة السلمي اللي أضافوا لها فقرتين، ان هم اللي اختصوا بموازنتهم وهم اللي اختصوا بتشريعاتهم والمجلس العسكري اللي اختصوا بشؤون الجيش رئيس الدعوة رئيس الجمهورية ليس له صلة بهم والمجلس الوطني اللي عايزين يتحكموا به. الكلام ده حطوه في وثيقة السلمي وصارت الثورة ومات 45 واحد في شارع محمد محمود. طيب حتى الان لم ينعقد الاجتماع الطارئ، حتى الان لم ينعقد الاجتماع الطارئ من قبل المجلس العسكري بمناقشه موضوع او قرار الرئيس محمد مرسي بعوده انعقاد البرلمان مره اخرى. ولكن ما الذي تتوقعونه في الايام القادمه؟ هل تتوقعون يعني ما هي الاطراف التي ستواجه هذا القرار وستقف امامه غير المجلس العسكري؟ انه حتى الان لا نعلم موقف المجلس العسكري. المجلس العسكري وده شأن برضو المؤسسه العسكريه. هل هناك تيارات اخرى ستقف امام هذا القرار؟ هو المجلس العسكري لا شك طبعا اكيد بيستعين بجهات اخرى، يعني ولذلك هم من الموضوع التاسيسيه ده اللي هو مجلس الشعب كان فيه ولاده متعسره ليها في مجلس الشعب. ده ما كانش كده يعني الناس اللي الناس اللي بتخش في الجمعيه التاسيسيه وبعد ما تدخل ثاني يوم الصبح تجيها تليفونات تروح تنسحب. الامر ما كانش كان اصلا في، لكن حتى الاخوان اعترفوا باخطائهم في التاسيسيه، اعترفوا باخطائهم في المره الاولى، لكن في المره الثانيه تم تصحيح الاوضاع وكل اللي عايزينه وزياده الاعداد وتقليص اعداد الحريه والعداله والنور الى اخره. ما ارادوه حدث واتفقوا وقعدوا واتفقوا. ثاني يوم برضه تيجي التليفونات تبتدي الناس تنسحب من ثاني. كان مطلوبا ان يفشل المجلس في تشكيل الجمعيه التاسيسيه الاخيره، كان مطلوب. وحاليا في مساعي لابطال باي طريقه وفي اشكالات وفي امور اخرى لابطال الجمعيه التاسيسيه الحاليه. ليه؟ في النهايه المطلوب ان المجلس الاعلى يمسك الجمعيه التاسيسيه ويشكلها ويضع الدستور ويضمن لنفسه الامور اللي هو عايزها، ان هو المختص بشؤون القوات المسلحه ما حدش ليه صله بيه، ولا رئيس الجمهوريه ولا رئيس وزراء، واي تشريعات تخصهم هم اللي يعملوها، اي موازنه تبعهم هم اللي يعملوها، ويتحكموا في شؤون الدوله من خلال مجلس الدفاع الوطني. ده اللي هم عايزين يعملوه، وده اللي بناء عليه عملوا الاشكاء، عملوا الاعلان الدستوري، وده اللي بناء عليه حل. من التيارات الاخرى التي يمكن ان تقف امام هذا القرار؟ والله شوفي، احنا دلوقتي في هذه اللحظات الفارقه من عمر مصر، اما ان البلد دي نضع مصالح البلد امامنا، يا اما كل واحد حيضع مصالحه هو الشخصيه. احنا بنتحدث ان قرار الرئيس انتصر للشرعيه، قرار الرئيس انتصر لبرلمان منتخب من 30 مليون مواطن. ما يصحش يكون في برلمان انفقنا عليه 2 مليار من 30 مليون مواطن وتجي تبطله لي. طيب من وجهه نظرك الى اي مدى يمكن ان يدعم الشارع هذا القرار؟ لا، ده كل من انتخب الرئيس محمد مرسي هيدعم هذا القرار يعني باقصى مدى. خدي كلمه باقصى مدى دي، نحن خلف الرئيس. ليه؟ انتصف للحق وللمشروعيه. مجلس منتخب من 30 مليون مواطن ومنفق عليه 2 مليار
تطلع لي حكم مضروب قبل انتخابات الرئاسه بيومين. هو الشعب هيقف ورا القرار ده لانه في فلوس اتدفعت فيه ولا لانه قرار؟ بقول لك انتصف للشرعيه. الشرعيه البرلمان ده مين اللي جابه؟ هذا البرلمان مين جابه؟ مش 30 مليون مواطن ما لهمش احترام دول ال 30 مليون مواطن؟ طيب انا اسحب السلطه التشريعيه من هذا البرلمان واديها للمجلس العسكري. المجلس العسكري اللي هو جزء من السلطه التنفيذيه، المجلس العسكري اللي هو معين ومش معين وخلاص، معين من الرئيس المخلوع اللي الثوره قامت عليه، واخد بالك؟ العسكر اللي كانت الناس بتصور وبتقول يسقط يسقط حكم العسكر، الناس كانت بتقول تعبنا 60 سنه حكم عسكر تعبنا، تاخذ لي التشريع من مجلس الشعب اللي انتخبه 30 مليون مواطن في اول انتخابات نزيهه عبر 7000 سنه تاريخ مصر الحديث، وتديها لي للمجلس الاعلى للقوات المسلحه اللي في وثيقه السلمي عايز يدي نفسه ويفلت نفسه عن الدوله، وان سلطه موازنته وحديها وتشريعاته وحديها، وانه المجلس الوطني هو اللي يتحكم فيه. يعني ده واضح جهه بتريد ان تحقق مصالح لنفسها، وامر مكشوف للجميع. اسحب السلطه التشريعيه من صاحب الاختصاص وديها لمن يريد ان يحقق لنفسه مصالح من خلال هذه السلطه التشريعيه. هل هذا امر منطقي؟ قرار اي قرار غير قرار الرئيس؟ يعني خلاص الرئيس اصدر هذا القرار، هل لاي من التيارات التي ستواجه هذا القرار اي وزن في مواجهه قرار الرئيس؟ شوفي انا اعتقد انه ربما انه المجلس العسكري يريد ان يستعين بجهات او ما شابه ذلك، زي ما عمل في معركته الاخيره مع الاعلان الدستوري وحل البرلمان، واستطاع ان يستغل بعض مش الليبراليين. في الليبراليين فيهم ناس يعني قلبهم على مصر، وفيهم ناس عايزين الخير لمصر، دول ماشيين وكانوا واقفين في الميدان ضد الاعلان الدستوري وضد حل البرلمان الى اخره، لكن في ناس بلغ بهم التطرف حدا انه عنده استعداد يتحل المجلس، السلطات كلها تروح للجيش، نرجع للاستعباد، المهم خصومنا دول يمشوا. في ناس كده تطرف وصل معاها عنده استعداد يدفع حياته مقابل ان جهات معينه. اكيد طيب المجلس طيب العسكري حيستعين بهؤلاء كما استعان بيهم في بعض وسائل الاعلام. طيب ان هم يقفوا معه طيب حتى في حل فقط البرلمان. وضح وجهه النظر الاخرى، هو نفس المجلس العسكري اللي حمى هذه الانتخابات البرلمانيه، اليس كذلك؟ ده الكلام اللي قالته مين؟ المستشاره تهاني الجبالي، لما بتقول ان هو المجلس العسكري، وعندما تسلم المجلس العسكري السلطه قدم نفسه كحارس للثوره السلميه وقوه تهدف للمساعده في تحقيق اهداف مصر الديمقراطيه، لذلك هتف المتظاهرون في التحرير الجيش والشعب ايد واحده، وكانت هناك وعود منهم بسرعه التحول الى الحكم المدني، ولكن بعد ان قامت الادله على ان المجلس العسكري لا ينوي ابدا الخضوع لسلطه منتخبه ديمقراطيا تضاعفت التظاهرات ضده. هو قدم نفسه هذا، بس هي اللي بتقوله في هذا الكلام انه المجلس العسكري ادرك انه اخطا حين استجاب للضغوط بتاعه التيارات الاسلاميه، وانه جعل الانتخابات اولا، وانه صحح خطاه من خلال حكم المحكمه الدستوريه. هذا هو الكلام اللي احنا مقدمين عنه بلاغ للنائب العام، وهي بتقول انا تواصلت معاهم من شهر 5 اللي فات، وبتتكلم عن الحوارات اللي بينها وبينه، بتقول المجلس العسكري اخطا لما عمل الانتخابات اولا وقبل نتائج الاستفتاء، فعاد المجلس العسكري وصحح خطأه من خلال الاستعانة بالمحكمة الدستورية. ده كلامها اللي احنا طالبين التحقيق فيه عما اذا كان صحيح.